السلام عليكم. أي مرحبا بكم. اسمعني اسمعوني ولا؟ وعليكم السلام. اسمعوني، صوت واضح؟ حد يكتب لي. سلام يا قمر، صوت واضح؟ الحمد لله. مرحبا بكم، مرحبا بكم كل. صباح الخير، صباح النور. هاي تفضل، شكون عنده سؤال؟ مرحبا بكم، صباح الخير، صباح النور يا دل. شكرا يا صقر، واضح. السلام عليكم يا مختار. وعليكم السلام. بومبا متاع المازوت تتكمش، معناتها عندها الكلابي متاعها قاعدة حاصلة، يعني فما حاجة. إذا كانت بومبا متاع يعني، أما عندها مصان المازوت مسكر ما كانش تكمش، لازم تشوف علاش. اقلبها بايك مقلوبة. المختار عندي ودي انصحني بزيت به، خذ توتال 10 40، توتال به خذ من الكيوسك ولا شال ولا كذا، يعني تاع الكيوسك كله به. المهم 10 40، 15 لا. نركبها تصير هيك، عندك السحب المازوت من ريزرفوار مسكر فما حل، عندك كليو دالي تيراج ضعيف. كليو شنو هي يا دالي؟ عندك ساحب من جهة الريزرفوار مسكر، شوف شو هي. عندي نيسان تيرانو بدلت لها ريديتير جديد، عندها 6 شهور خرجت لي الماء من فوق الجهة اليسار، ما فهمتش يا دليل بالضبط شو يعني، دخل الريديتير في خروج الماء، الريديتير بدها تنكبت يعني تكسرت. كليو كلاسيك يكون عندك البومبيسونس ضعيفة ولا حاجة. شكرا يا حمزه، يرحم والديك يا حمزه، بارك الله فيك. مختار انجكتير سونديس تركب على موتور كذا مانديس، هم كيف كيف كلهم، انا ما ريفيرونس برك، ماذا بك اركز على ريفيرونس، هو كذا مانديس ولا سونديس، ركز على ريفيرونس فقط. لما تكون على الاقل يعني توريها البومبيست هو اللي يحدد، اما تحب تركب وتجرب ركب وجرب، ما تعمل شيء حتى ركبت وجربت ما تعمل شيء، كان خدمه خدمه باهي ما خدمش نحا. عم مختار عندي اوبل كورسا حسام، الموتور يخض ويرعش مع العلم انها تخدم على الضربه، ما عندوش علاقه ديماراج يا حسام، ديماراج وحده والخضان وحده. الخضان عنده علاقه بالشمعات بالبوبينه بالبومبيسونس اما ديماراج تنجم تخدم حتى سيلندر واحد تخدم. بلاتي مختار عندي ودي كات تدي بدلت، بدات تنقص في زيت، اما ما دخلش علاش زعما، لا فماش مفهم. شوف يا شمس، ما شمس الدين، ما فماش دخان صرف زيت ما غير دخان، يعني نحام المخ ما لو مشى زيت شربته انت عملته كسكروت، فهمتني يا شمس؟ انت اذا كان هي حدود 8000 تصرف ايتر ايتر ونص عادي، نقص لها السرعه ما عادش تفوت بها 120 110 120، أول ما زلت مش معاك ما شاء الله ما تخافش منها. هذا يا ساكسو اكتب بالعربي ولا بالفرنساوي يا قيس؟ كيف كيف إلا سباب، ما باقي ما نعرفش نقرا. السلام عليكم، عندي فيات سيانا باردة ما تنوضش ما تنوضيش، وكي تسخن تولي تنوض نورمال، مازوت ولا ليسونس يا حمزة؟ بلاتي مختار عندي اودي اكات، انا جاوبتك يا
تقطر في من فوق من اليسار مش تكسر. إيه هي ممكن النوعية مش باهية على الذي تقصد ذلك، ممكن نوعية مش باهية، لكن تخطر من فوق معناتها هي نوعية مش باهية، ترشخت مغادي أو سوست مغادي، نوعية ممكن مش باهية صلحها باش ما تسببلكش في جوان كيلاس ولا حاجة. هم مختار محرك مازدا اللي يجي لفورد الطول باهي نوض كيفه واحد واحد وعملها ولا فما صلحت حاجة عملت حاجة يا أحمد؟ لابد تعطيني تفسير كامل يا أحمد مش كيك. وسيم اكتب لي عربي ولا فرنساوي. وسيم موتور بيجو دي 107 تنقب مش جنب اللي كان تنقب مش جنب سي ما عاش فيه، كان قدرت تلحمه من برا دي بانا جلحمه ما كانش بدل الموتور. عندي سي 15 السخانة توصل 80 وروحة ديما تخدم. السخانة توصل يعني القرآن السخانة توصل 80 عادي حتى 90 عادي، اما المروحه تقعد ديما تخدم شوف المانول اللي عندك شنو هو. كان المانول 68 82 نحي ركب مانو 80 85، مو انت عندك راكب ترموستات ولا ساعه معرفش، انما اذا كان عندك مش راكب ترموستات ركب لها 70 75، كانك مركب ترموستات خذ لها 80 85 مانو. اما 68 82 هذاك يسبب مشاكل الموتور. صباح النور يا سميحه مرحبا بك عم مختار، شنو رايك في فيات تيبو اسانس للتاكسي؟ والله هم الفيات بشكل عام راهم باهين بالنسبه للاسانس ولا في المازوت باهين مش خايبين. اما شوف يعني باش تفهم الموضوع هذايا يلزمك تركب مع تاكسي عنده نفس النوعيه هذيك وتساليه، هو يعطيك يعني اكثر معلومات خير من حد اخر، حتى من ميكانيكي وخير حتى من صاحب السياره باش يبيعها لك ولا حتى خير من الدار. هو هذاك على التجربة مش يقول لك أسأل مجرد ما تسألش طبيب. ماذا بيك إذا كان تقدر تلقى مثلا تاكسي مرة وقف تاكسي يكون نفس النوعية في الشيء وما يسألش أسأل يقول ولا تعمزية ممكن ما تقولوش باش نعملها تاكسي يعني الحاجة يقول له مش ناخذ تيبو مثلا ليسونس هكا تخدم تاكسي شنو رأيك فيها؟ أقول لك هكا أحسن واحد يعطيك معلومات خير مني أنا من غيري. بالله تنصحني بكليو بومبي نحب نشري كعبة، لكن تلقى واحد نظيفة يشري باهين بومبي، لكن تلقى واحد نظيفة. خايس داء مرحبا بكم من الولاد، صباح الخير عم مختار، صباح النور يا محمد. موتور دي 107 تنقب ولا نحيت الترموستات والحمد تثقب شنو هو برايك؟ اذا كان مازال فيها روح خليه يمشي به يمشي به ما يسالش، انت باش طيشه باش طيشه باش ترميه باش ترميه الموتور منقوب ما يسالش يمشي به ملحوم يمشي به. تحب يعني تخليه بلاش ترموستات شو اللي ياكل لك ايسونس والرونتي واللي مش راكح، لكن كنت ما تنجم تمشي بيه مده اللي تحب عليه انت وبعد بدله كان لين يعاود تنقب مره اخرى، خاطر انت لحمته من برا هو النقبه من داخل مش من برا. عندي كابين 26 تخرج الكشكش مرديتر، يعني كشكوشة يعني تخرج مرديتر كشكوشة فيها لون فيها حاجه فيها رغوه شنو اللي فيها فيها زيت فيها حاجه قول لي. هذا إيسونس ما فهمتش إيسونس وبعت لي هذاك كل من أشياء أخرى. أنا مختار محرك مازدا اللي يجي على فورد يطول بهينو من قلت لك يعني صلحت فيه حاجة عملت فيه حاجة يا أحمد أعطيني معلومات كاملة باش نقول لك يطول باش نوض على شنو يطول باش نعرف إيش باش نجاوبك. أنا مختار هل ينجح موديفيكاسيون موتور سونغ يونغ 5 سلندر على مازدا بي تي سيكون؟ والله يقولوا عملوهم اما انا ما ريتش يا محمد، لازم تشوف حد اللي هو يكون عمل العمليه ونجحت ولا لا عنده. لكن اسمعني يا محمد راهو بالنسبه اللي باش تلقى فيها نفس المواصفات الدولجين اللي كنت تمشي بها راهو مستحيل باش تلقى هكا الهدوء والراحه والنغمه هذيك كل انساه، لان عندك باش يولي عندك محرك موتور ميكانيك موتور ميكانيك وموديفي هاو سيبور مش البلاصه هاو شكمون فينش يعني ديما ما عادش تلقى هاك الراحة اللي كنت تستعمل فيها. ننصحك أنا ابعد عن الموضوع هذايا، اشري لها محرك آخر ولا بيعها واشري واحد آخر. تحب تعمل اعمل، هم مختار بربي يبارك في عمرك ويحفظك يرحم والديك يا عصام، شكرا بارك الله فيك يا عصام. ربي يبارك لنا فيك يا عصام. قلت لك الراديتير جديدة ولا تضيع فيه الماء من فوق ما تنقبتش. علاش ضيع من فوق؟ ما هو ضيع منعتها من الحاشية نتاع، شكرا يا أسامة بارك الله فيك على الورد، معناتها ضيع من الحاشية نتاع وين نركب القطار نتاع الراديتير
ما تهترش قد ما غادي، يا اما قلت لك من نوعيه، يا اما من اللي عندك ضغط في الماء ولا حاجه تثبت الموضوع هذا. صابر خويا مختار، عندي 40 بنزين تسخن ما تنفخش الماء، كل شيء مريقل، عداد السخانه اكثر من 90 درجه. شوف عندك حتى 92 عادي يا صابر، راهو السخانه العاديه نتاع اي محرك هي 92 حتى 104. اذا كانك انت عامل مانو ومركب الترموستات وهي راكحه ديما في 90 ممتاز جدا، خليها ما تمسهاش. اما كانك كنت مركب الترموستات والحراره طالعه نازله، لا هذاك ما ننصحكش به. محرك بولو 6 1.2 يرعش ويسكت في الرونتي، عندك مشكله، عندك مشكله، لابد عندك فمش بيستون راتي يمشي شو يمشي دي سيلندر في عود 3، عندك مشكله لازم تشوفها. سينا ايسونس غاز باهي يا حمزة، شبيه ايسونس الغاز باهي يمشي مع الايسونس باهي، سينا غاز ايسونس باهي، لكن هي نظيفة. خبطة اللي تسمعوها في في ال في الفيلو تاع في الفيلو عاش، فهمتاش في الفيلو تاع واش في الفولون، خبطة اللي تسمعوها في الفولون تاع واش، عندها عدة أسباب الفولون يا رشيد، يعني ينجم يكون كريمير يعني آلة القيادة كسكات، ولا ينجم يكون روتيلا، ينجم يكون الباك اللي في الفولون موتور اللي في الفولون نتاع نتاع السياقة. هاي وينكم من الولاد، فما شوية ورد شوية قلوب. مختار بالله بعض باش نسألك، عندي سامبول 2 كنسكرها مروحة، كنسكرها مروحة تقعد تخدم في اي ميساج، ميساج عادي فما نوع على الكاكا ميساج، وانت تسكت وحدها وما تكلش البطارية، ما تخافش منها تكلش البطارية. تحب ترجعها ترجعها مع الكونتاكت، تمشي للكريسيان يقول لي اعمل هيك مع الكونتاكت، لان مش معموله مع الكونتاكت، لان كان جات معموله نتاع الكونتاكت انت تحط تسكتها بتسكت، انما اذا كان هي موجوده ما كانها دوريجين هكاك خليها ما يهمكش فيها، كان دوريجين كان مش دوريجين حاول تصلح. باه لحظه بالله خلينا نثبت باش عندي فيات، باش عندي رينو كجار وقتاش يتبدل الشان، وهي الشان نتاعنا حديد اما قالوا فيها كابل يتبدل. شوف الشان الحديد ولا الشان البلاستيك كلهم يتبدلوا، فما احنا عندنا الثقافه نتاع الشان الحديد ما بدلوها كان كيتقطع، وفما تو كيما مثلا الشان البلاستيك في وسط الزيت يعني ماكسيموم 100000، ماكسيموم 100000 120 كان طار بالنسبه للشان اللي هي عايشه في الزيت، اللي عايشه لبرا نفس الشيء، هم نفس العمر ونفس نفس وقت التبديل. عندي فيات كيف نحط كونتاكت تيمو الباتري ما ظهرش في الشاشه وتخطف عادي، ولكن مو اذا كان ما تظهرش في التابلو معناتها عندك اشكاليه، ينجم يوقف الانترناتير ما عادش يشارجي وما تفيقش به، تصلحها ما تخليهاش هكاك، لازم تصلحها هذه حاجه ما يعني ما تخليهاش. يعني عندي سكات فيها ترشيق نحسه تحت الكرسي كي تجي نبدل الفيتاس وانت تمشي، شو ترشيق ولا تقربيع؟ كان ترشيق رد بالك هذا كان بومبيسونس، كان ترشيق مش كمان كان تقربيع، هذا كان موضوع اخر. سي مختار عندي طشاش زيت من مقياس الزيت من غير دخان عادي، خليها اوبترا مسيرش ما يعمل شيء، ما يعمل شيء، الزيت صب فيه 10 40 ولا ما هيك ما يعمل شيء، ما تخافش منه خليه. اغلبيتي متشتشه مثلا السيارات كل عندي فيها كيف نحط كونتاكت تيمون الباتري ما تضرش كيما قلت لك، شوفها صلحها تعدل الكتريسيان شوفها لك. صباح الخير عندي صباح النور بنف تاكل برشا زيت ماشيه 250 ما شاء الله باهي، حاول نقص السرعه الماكسيموم ما عادش تفوت بها 110، نقص لها الحماله لين تبدل الموتور، بدل الموتور ما تصلحش رد بالك. عندي سكات ايسونس فيها ترشيق ما قلت لك، عندي رينو كجارس كيف كيف الشان نتاعها هذيك باهي، خلينا نشوفوا البلاد ما نخلوش صباح النور يا خالتي بس عليك طه هاي وينك اجا بحذاه. والله ما نعرف حتى كيش نطلع يا طاهر
باهي. سلامك يا مختار، وعليكم السلام. ربي عندي اكسبريس ضو ضربت بواد، كيف بدلتها؟ نقص الموتور في السرعه. بواد كات ولا سانك انت؟ وينك بخالتي تو؟ لبست رولونتي نتاع فورد فيستا يزيد وينقص وحده، يطلع ويهبط. تاع جاريه ذاك رضا بعثته لك باش تشوفه. وقتاش صار المشكل؟ مشكل والله، يعمل هو جوان دو كيلاس دابري بعد جوان دو كيلاس. لا ما هونك انت مسح كيلاس ولا طاح؟ ما مسحش كيلاس، حتى انا قلت له الكوليكتور قاعد يتنفس يدور. اكيد 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 هذاك يعملها، خاطر مشي الواحد قال له البابيون بابيون تاع الكربيراتور لازم تبدل الكربيراتور. إيه هو صار له المشكل بعد الواحد ولا؟ اي بعد ما عمل جوان دو كيلاس. باهي، قول له في الكور بابيون يحط ايده يسكر الكور بابيون بيده والموتور يخدم. شوف يسكت فيسع ولا يطول. به كان طول في بالي عنده ريسبيراسيون خارجيه ونجم يعملها حتى السيرفو، ينجم يعملها حتى السيرفو يا طه. به اسمعني، انا في بالي بعثته لك البارح. لا يا حكايه جوان دو كيلاس يظهر لي خاطر مشي به وجوان محروق، صار ليش ديفو في الكيلاس من فوق ولا حاجه. ينجم تعمل قماش، اما تولي عامله صوت، عامله تقربيها. لا مش عامله تقربية، عمل تحس الموتور، وحتى كونسومسيون زادت برشا، ولا انت في ساعه ولا ساعتين كليت 30 كونسومسيون. معناتها عنده دخان. والله ما رديتش بالي انا الصباح، امس الصباح خارج قال لي راهي الكهرباء مقلقتني هكا وهكا. خلي يمشي للفورد نتاع النهله. قلت الفورد البوش نتاع النهله. اي ما ولد علي غادي. اي غادي، خلي يمشي غادي يعمل ديكوستيك ويشوف. يطلع حالك. خلي يطهر ديكوستيك في الفورد مش غالي راهو. 60 دينار ديال كل 60 دينار ينجم يعطوه بالضبط صحيح وبعد يصلح البرة ولا ما يهمهمش، مش ضروري يصلح عندهم راهو. حسيبه يرحم والديك. تو انا غدا الصباح كان قابل ان اعطيه المعطيات هذه ونشوف. وطن نشوف انا حكيت يمشي للدار دار فورد احسن حاجه وكا. اي اذا كان موجود في والله حتى اسمه ولد علي المره الاخرى يرحم والديه هزت له صاحبي هذاك الكهرباء بدل السيلندر الواحد نتاعها تروزيام بدل هالة دي بوبينة بوبينة بدل الخيط وبوبينة رجع تم بكابل تو يرحم له على ولدي هذاك اللي صلح انا ركب الموتور لاباس لا لاباس هكذا اللي بدلنا لها الموتور عند السيد مشى باين مشى باين باهي مشي باهي خارق للعادة ما بدلوا له الموتور مرتين عندك السيد اللي كان يخدم طوليه ولا يعمل ميكانيك تو دي مو توفيق باهي صح لاباس والله الحمد لله في نعم هاك معي خليك خلينا نجرب شفتك امبارح عملت قناه جديده بتاع اليوتيوب انت البارح نشوفيك في اللايف على بعث لك ميساج على القناه نتاع اليوتيوب اي عملت لايف اي اي كما التيك توك هيك تخدم اي كيف 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 اما اللي تيك توك خير يظل يا والله هي كل واحد عنده ميزته حاصل ضايت تركي يجيب حذاك احكي لي انا اي مرحبا بك وين عندك مدخل ماشي اقعد اش فيك والله لا هاني قاعد نسمع فيك يا جماعه اللي بان على الاقل يستفيدوا منه ناس اش مرحبا بك مره نسمع حاجه هذا طه دخلت عنده قناه نتاع تعليم سياقه وكود عرف نفسك عرف نفسك واش نسال هبطلهم البارح على المواد الخطيره ما برشا يحب يسوقك الكمين نتاع البنزين والواحد والكل نتاع السيترنات هاي نتاع سيترنات عطيتهم شويه بركه فورماسيون انا لاحظت حاجه في الدروس اللي تعطيهم كي تطول ما عادش ما يكملوش يعمل لك دقيقه دقيقتين اعطي شويه من الاول وكهو لا انت زاد ما تنساش اللي عندك برشا بالفرنسيه نحيي الفرنسيه بالنسبه لتونس اي ما هو الاستثمار حاول تعرب الحاجه قدر المستطاع شو اسمه التلامذة اللي يقرا هذول الكل تو في المستوى نتاع الباك ويحبوا يعدوا الاغلبيه كي يجي يعدوا يحبوا على الفرنساوي والله الفرنساوي انت مو انا ما نعرفش الفرنساوي اعطيني معلومه هو اعطيني معلومه حاول توفق بين الاثنين اسمعني مختار والله العظيم شيء يضحك تعرف يقول لك نقرا مثلا فرنسي واحد كل شيء وبارح واحد نقر لي فيه قال لي جيون معنا ستاسيون مو جيون الوقوف المضايق تقول لك انت ما تعرفش معناها مضايق بالعربيه ولا بالفرنسي ايش لازمك تعمل فرنسي قال لي لا انا ثقافتي كذا ذاك وعندي ترى قداش في كندا يا ولدي ها قلت له ورجعنا فرنسي ايش لازمك تعمل فرنسي قال لي لا انا ثقافتي كذا ذاك وعندي ترى قداش في كندا يا ولدي ها قلت له ورجعنا فسرتها لك بالعربي
علاش مش بالعربي من الاول؟ ها هكا ولا؟ هذاك هو كم؟ بالعربي بالعربي فهمتها، والفرنسيه اللي تتعلط عليها ما فهمتهاش. ما هو لا هو انت والمصيبه كتيبه اللي هو يكتب بالفرنسي على اساس هو شفتك بالعربي. البارح فما واحد بعث لك ميساج البارح قلت له ما فهمت منه شيء، اكل اللي يعملوها الثلاثه انا الحق ما نعرفش نقراها وما نجاوبهمش. حتى انا ما نقراهمش، ما قلت لك اكتب لي بالسوري سوري ولا بالعربي عربي، طب نجاوبك. ايش تعملهم هكا؟ ربي يهدينا كاو. هذاك ضاعت اللغه العربيه. هذا زاد على الترموستاه، سمعتك البارح تحكي على الترموستاه وعلى الساندلاند هذيك نتاع هذوك حاجات تون كونستركتور يعملها، كان جيت بحاجه مش لازمه ليش يعمل فيها الصانع ليش يعمل فيه؟ ما هو فما دار في العلم قال نزيد فيه. اي فهمتني، فما ناس يعني متصور لها يعني، وكانت عندنا الفكره هذه قبل يا طاهر وقت اول ما بدينا الميكانيك، ما الترموستاه نحوها على طول. فهمتني؟ وكيف عرفنا وفهمنا وقرونا وتعلمنا، عرفنا اللي هي كي تنحى تولي مضره كبيره للموتور ولكن الصوص. المعدل نتاع الحراره كما انت جبت البارحه على قلت كنا قبل نخافوا من الحراره، كنا قبل حتى نعملوا ريفيزيون نعملوه نحو الترموستاه نعملوا رداج بالبرد، وهي اكبر غلطه. تو هاوك فما حاجة أخرى مثلا برشا مثلا تو الكراهب يشعل التيمون بالأحمر كما بعد تاكل بعض جي هاوك سيرتو تاكسيست لا, لا بالعكس ده. لا هذاك اللي فيها التيمون بالأحمر اي تشعل كيما المنقلة عادي هذاك الدي بي يركب لك مانوميتر يركب لك مانوميتر على جنب باش يعز عليه إذا كان لا هم غالطين ما تعطيش صحيح ما تعطيش صحيح أنا فما حاجات المبدأ بتاعها مش صحيح اه قال لك من ناحية المستوى مرتاح منها اللي ما كنت تخلص هاي شانس من غير ما تفيق لا والكهرباء تولي مش معدله هذا تولي تاخذ تعطي الستارتير اوتوماتيك ما عادش يخدم ايه هو تو اسمه الستارتير اوتوماتيك نحوه على خاطر فما الترموستاه هو اللي عدلها في السخانه الصباح ولا نهار واحد يحكي معي قال لي الماء نورمال نتاع السبان ولا قلت له انت الماء من نورمال نتاع السبان وتعيش في هولندا ولا في المانيا تجي الصباح باش الدمار تلقاه جامد في الرادياتور هو علاش يعملوه ما سبيسيال انت الفرد بتاع صاحبك بيت نحول الترموستا ولا حاجه لا لا ما نحولوش ترمو انا بحذايا قلت له رد بالك ناحيه الترموستا وهو حتى كامل جوان دو فيلاس مش لقش به على خاطر عنده الريتور نتاع الديوريت نتاع الماء مسكر مسدود تعرف السخانه ديما فيكس في 90 ولا لا؟ لا تو سافا تو ما عمل لها بدل الاجواء مشات له شويه نورمال وعنده حاجه اخرى تو حتى العبيد والله العظيم راهو شيء نهار احد شدها بالكاوتش نتاع الماء ترش طيب من برودوي رشة بعد تخلى عليها بالماء بالموتور جا الصباح قال لي ما حبش تخدم بالموتور ما يعرفش حتى الكالكيلاتور مغطي وفيها كالكيلاتور حليت له البلاصه نتاع الكالكيلاتور نحينا الكالكيلاتور نلقى البلاصه نتاع الفيشات مبلعه بالماء ضربناها بالسشوار بالشاحت وبعد ديمرتها له وانا خدمتها له والكل اما علاش واحد ساعة يتفلسف يقول لي تقول على الاقل راك اللي زون الكتريك هذوك والكل والبوبين والواحد كل شويه بلاستيك لا بالخص الالكتريك والنوبو موديل هذا ماشي هذا تاع لافاش هو حتى كي تهزها للدايره غسلها يغسلها برودوي خاص اي ربي يهديك ربي يهدينا انا ما حصيل غي جاوب الجماعه نتاعك خلينا نسمعوا شوي هاني جماعه عم مختار عندي جولف 5 تعمل في تاخير في التشغيل خاصه بعد ما نحل المكيف معناتها كي تسخن تسخن اذا كان هي جولف 5 اذا كان مازوت وقداش ماشيه ديما اعطوني على الاقل الكيلومتر باش نعرف عم اختار ضياع نتاع الماء بين الجوج بين الجوج والموتور تقصد بين الكلاس والموتور ولا جوج جوج من بعيد على الماء بوات جديده وكيت امبرياج جديد الريجيم موتور طالع مش دخل بواتا في الكيت امبرياج يا جوهر وقول لي بعد ما بدلت مثلا ممكن نفهمك كما تقول لي هيك ما نعرف ما تعلم ما الله محمد صلى الله عليه وسلم مختار بالله كيفاه نتفقد ماء نتاع الريزيتير اول مره نكسب السلام عليكم نتفقد ماء نتاع الريزيتير اول مره نكسب السلام عليكم راجي تيح نهزو بساقي لحظة خلينا نشوف هذايا مختار كيفاه نتفقد الماء نتاع الريزيتير
اول مره نكسب سياره نتفقد من قربه نتاع الماء ولا من الغلاف. عند حسب نوع السياره. اذا كان اختصار للمسافه من الاثنين، شوف الاثنين الاولانيه، شوف الادابتر اللي بالك الماء من فوق لابس عليه، وشوف القربه مره في الاسبوع يكفي. اذا كان شفت مره في الادابتر من جهه الادابتر ما عادش تشوفها مره اخرى، ديما شوف القربه ما عادش تشوف حاجه اخرى. اه فاضل، مرحبا. السلام عليكم عم مختار. سلام الله وبركاته. بربي استشاره صغيره عم مختار الله يرحم والديه. مرحبا. ايه عندي فورد فوكس 2006. ايه. المثير نتاعها نتاع بيناف هو، فهمت؟ ايه. ايه امورها واضحه 100 100، فهمت؟ كي نكسي لير دوبلاج تحس تعمل شويه فيبرسيون. هذاك عندك معناتها في الاول تعمل تروا سيلندر وبعد تولي كات. ايوه. ايه ثبت لك البرودوي. ايه لكن في الثنية عم مختار ما شاء لا الله. لا ما عندك دخل في الثنية، ما عندك دخل في الثنية، تولي ما كيما بنادم يقوم من النوم. ايه مده هيك مبشر مرحب. ايه. شوية كذا بعدين يفيق. ايه نصب له شوية برودوي برها. صب لها كترة مويسون غازوال. ايه وجرب. ما تعمل فرسيك خلي فسخ لك في اتش دي فوق ولا حاجة. يرحم الوالد بارك الله فيك. هبطني عم مختار الله يبارك فيك، هبطني بارك الله فيك. سيارة نتفقد نقرب بين أنا باسات بيكات نمبرياج يطيح نهزه بساقي يرجع بعد ويعود يطيح. هذيك عندك ليميتور يا نتاع اللي هي الترومبة تحت البدال، هذيك تعبت ما عادش ترجع للزيت الفوق. يا إما تعمل رسور للبدال كأنك أنت ما تحبش تبدلها، تزيد رسور للبدال رسور خفيف، وإلا تبدلها، تبدل الاثنين أفضل مع بعض. سؤال عن محرك جولف 430 شوفوا. كلمة صادق ولا مش صادق يا كادام عمي؟ صادق ولا مش صادق؟ اسال كان من الدار، انما بعد ما يخرج من الدار وتستعمل الناس ما عادش يفيد فيه صادق ولا مش صادق. يمكن مشى عندي انا مليون كيلومتر، عندك انت ما مشاش 100,000 مثلا، ما كلمه صادق ما تمشيش معاه. هاي شوي ورد بقلوب منكم. سؤال عن المحرك، ما سائل المحرك جاوبتك. هاي لا اي بعد ما زينهم الكل عم مختار ريجي موتور طالع بعد ما بدلتهم كل ليه؟ يعني شوف عندك شنو اذا كان هي شنو السياره امسح الموار كان فيها ديجنوستيك كان فيها كان عاديه معناتها عندك كابل اكسلاتير ولا عندك حاجه. عم مختار بدلت كلاس كورسا سوينج ماشيه 320. عم مختار بدلت كلاس كورسا سوينج ماشيه 320,000، حسه ترخ في الصعده بعد ما بدلت الكلاس. يعني ينجم يكون عندك بالصدفه البومب اسانس ضعيفه بالصدفه، مش ضروري بتكون من الكلاس، لازم تشوف ثبت خاطر ما علاش بدلت انت كلاس، لان فما حاجه صارت في الموتور. سؤال عن محرك جولف، خلينا نشوفه. والله نحاول نطلعكم يا جماعه وما نعرفش، فما ساعات ما يحبش يطلعوا، يقول لي طلعني 206.4 باهين، وهم خارجين من الدار باهين، اما باش تاخذها مع واحد اخر الله اعلم. فهمتني يا حمدي؟ اللي باش يشري من عنده تسال السؤال هذا مش عامل مختار. النجم يقول لك انا باهي وتلح في واحده خرده، اش تعمل؟ راني نحاول نطلعكم يا جماعه راني وما بختار. اش معناه يحب يطلعني هذا باش تعرفوا مشكون؟ لا يحب يسال يعني بالصوت في عوض. السلام عليكم عمي مختار. نعم مرحبا. وش راك خويا لاباس؟ الحمد لله رب العالمين، مرحبا بكم. الحمد لله معك مدني من الجزائر. مرحبا بك يا مدني. وش راك لاباس؟ والله في نعم ولله الحمد. بدي نسقسيك عمي مختار. تفضل. الموتور الابيض لابراكام ياكل بزاف. راني بدلت له حوالي ربعه ولا خمسه. ماني جاوبتك. ماني جاوبتك. ها؟ مش جاوبتك أمس؟ ما جاوبتنيش والو. لا جاوبتك. أنت ما حضرتش. إيه ما سألتكش. مانيش أنا والو. لا أنت اللي عندك الموتور البيكس الأبيض ولا ال 405 ولا كلهم كيف كيف. إيه ما سمعتكش والو. يمكن ما سمعتنيش. لا يمكن جاوبتك في الفيديو، ما يعني في اللايف وفي الفيديو في نفس الوقت. به هذاك عندك شو اسمه الكلاس يسمو باريناج. كلاس عواج مالهاش. البلاصه اللي ربع كام عواجت. ايوه
انت تمشي للترنر تقول له اعمل لي بارينار في الكلاس، تعمل لك سهله مش صعبه. يا تزلو الاربع كامل جديد وتزلو كلاس. ايه طب اعمل لك بارينار كما اريد، كما يخرطوا في البركان. ايوه يخرط كما يخرط البلوك يعني شميز، يخرط أيوة. يخرط الكلاس في بلاس الاربع كام. ايوه يخرطوا بالطول، يحطوا في الطول يسموها بارينار. ربي يحفظك. الاسم الاربع كام وقت تكبس عليه يحوال الكلاس. ايه يكسروا ثلاثه ولا اربع كلات. اي تاكل الاربع كام تاكل. لا المشكله في الكلاس مش في الاربع كام. ايه احفظ الكلمه ومشي التورنال قول له عمل لي بارينار. اللي يخدم بارينار. اللي يخدم في البركان والبلوك هذاك مش التورنال العادي. لا ايه اللي يخدم البلوك في البركان قول له عمل لي بارينار. تو عمل لك بارينار في كلاس. ايوه ربي يحفظك عمي مختار. الله يحفظك. نعم معليش سامحنا كثرنا عليك. تفضل مرحبا بك. تفضل مرحبا بك كل وقت. ربي يحفظك ان شاء الله. عايش مزين مرحبا بك. هذا محمد عندي الحمدلله ربي يحفظك ان شاء الله. بارك الله فيك يرحم والديك يا مدام. عندي سامبول ان بوان ديك بنحل كلمه زير ترخ تخرج تخرج زينه في البريمير بعد تمشي عادي وترخ في ترويزيام. ما نشوف الكاتاليزر قلت كاتاليزر كلمه زير يرزن الموتور يرزن على الموتور راوني حلو على الاقل تشوفه. وقت يبدا حتى الغاز نتاعو مش مشرر مريقه لو ما عندوش زيت تلقاه مشرجيه هكا الجماعه اللي شرجوا بالدبوزه يعطيه على الاخر ويسيبه. لا تمشي تعاود تعمل فيكاسيون عند اللي يكون عنده اباري كامله يصب لك الزيت يعاود يفيدي يعاود يعمل فيد للغاز مختار راهو فلتر وي تقعد بالعامين من بالزوم. ايوه يقول لك تيودي تمشي ساعتك نتاع اللي يصلح الفريجيدات يقول له عبي الغاز. ايوه لا حط على الفريج حط على الفلتر ويت نتاع لابيتاكل برشا ما يبدلوش ما يقولوش حيط يقول لك لا هو يحكي على الموتور يرخ مش على ال هذا غير فما واحد شفته حاط الريحه زاد الريحه هذاك شيء اخر. اي شفت واحد يسال عليه تمشي تعاود تشرج الغاز وتعمل تيست للكومبرسور بالنسبه للسامبول باهي نشوفوا غير باهي بدل المونت على بوات احمد بومب بومب اغافاج ميغان دو ما يوصلش الضوء شنو هو؟ ايسونس هي ما يوصلش الضوء عندك حاجه لازم تثبت فيها الاكثريه البوت فيزيبل تعملها اذا كان في الميغان دو ايسونس الاكثريه البوت فيزيبل تحت البطاريه هذيك تعملها ما تخليش الكورونا. لكن ماذا بكم اللي باش يسال سؤال الاولاد يعطيني المشكله وقتاش بدات وكيفاش بدات على الاقل يعطيني حتى لمحه بسيطه هكا باش نجم نرجع على المشكل ونقول لك منين بالضبط. عم مختار طلعني الله يبارك نطلعك مالك ساعات نطلعك ما حبش يطلع راه سيف ها كان طلع باه. عم مختار عندي ديسونسيت 1.6 اتش دي مشكله الزيت من فوق ما حبش يتصلح خسرت برشا فلوس ماشي الزيت نتاع اللي اشتريته هذاك راه مشكلته مشكله هذاك عايز يكون الناس عنده سبيسياليست يعني باش يبدل الكيت كامل نتاع اللي اشتريته. وساعات راه يبدا يكشر الكاشر هذاك الكاشر بابا هذاك اللي هو يغطي احدى الانجكتورات هذاك ساعات يبدا مشقوق وما يبانش. مره صارت لي الكاكه ما تنحى الزيت الا مشيت شريت لها كاش جديد وركبته باش نحى الزيت نجم يعملها الكاش يعملها يا رياض يعمل الكاش الكاش نتاع نتاع الركام يعملها برا حاول اشري كاش وركبه وجرب كانك انت بدلت براويلات وبدلت كل شيء باقي نفس الشيء. عم مختار صباح الخير صباح النور عندي دقيقة في الضغط قبل المحرك هل نبعث لك الفيديو أم عنده شكوك في جيتار أم البوسوار؟ أبعث لي فيديو خير يا أبعث لي فيديو على على الواتساب 24 350 848 24 350 848 لا تكلموني عليه ولا تبعثوا لي عليه صوت وانا تبعثوا عليه كتيبه حاطه في الاورديناتور نتاع ولدي بالعاني بعيد عليا كان بعث لي فيديو طويل وفيه شرح كامل راهو يبعثوا لي على الايميل كان ما نقول له كان صامت وقصير من غير ما تعب روحك تبعثوا لي الاغلبيه تو طاهر تنبه هيك وكذا امزون يجوز فيديوهات والله شيء يضحك راه واحد يوري فيها في التابلو
واحد الغريبه وين، واحد وراني تصويره قال لي ليت عم مختار الموتور هذا ياك في الزيت تصويره لا وراك دخان خارج من تاني ولا وراك لا تصويره وباقي عاد ما تحكيش على الفيديوهات نتاع 10 ثواني وخمس ثواني ما تحكيش عليهم والله يعني متصور له يعني ساعات ساعات يا ريته يبدا يحكي هو قاعد في وسط الكهرباء في السياره متصور له يا عم مختار يعرف الموتور نتاع الكهرباء هذيك ويسمع في الصوت معاه هو في السياره يسمع في الصوت معاه يقول لي هوا اسمع تسمع في الصوت مختار فكر هو يخرج لبرا وريني الموتور شنو هو نوعيته وساعات يبدا الموتور مغطي ما نعرفوش شنو هو اسمعني باش نسالك سؤال الكورون كمل 206 خلينا نكرر له رقم الواتساب 24 350 848 اي قلت لك على الكوب كورون تاع الكراب ساعه ساعه كربه تاكل شوكي تقص الكورون بعد تجي ديماري ديماري من هم في الكارته هاي الحاجه تسلم عليك اي طه طه هلا بزكي اشرح لك لباسه هاني نتبع اسم نتبع فك الدجاج وكل الحكايه هذه كلها هاي صار صار ندبر عليها المشكله بديتش الطيب اه طيب ما انا مطيبش الجمعه اللي فاتت عملت حاجه عملتها اكل اربع فخاذ اللي مفوحين وواحد اي هذوك الاخرانيين اسمع تقول اسمع تقول لي دبر علي شن طيب اليوم اقول لها انا عملت برد زكي يعطيك الصحه ربي يعطيك صحه البدن حبة حبة عم مختار كرر الرقم 24 350 8 4 8 أو نجيبها لك هاي قيادة رسور في التابلو كليودي يطلع وكرهبة تولي تجري شنو هو السبب؟ هاتي خذي الكعبة من بورتال تنجيبها بعد الأخير ما تخرجون ولا خلينا نجيب وكيل بكم ما كان القتال باهي يسحب عليه ما عندي بولو 5 بوات فيتاس كي نخدمها مبارده مريقله وكي نسخن تولي تعمل في الحس وفيتاس يتعدى عادي حاول بدل الزيت بدل الزيت مره يا حبوبي بدل الزيت شوف بالك بدل الزيت 75 8 حاول بدل الزيت بدل الزيت مره يا حبوبي بدل الزيت شوف بالك بدل الزيت 75 8 طاهر انا بطاهر وانا طاهر وطاهر هذا طاهر زاد طاهر في توري لا لا طاهر عنده شان نتاع المترات على بيار حتى هو عامل جو وساعة ساعة وساعة ساعة يغشوه ويتغشش عمك الطاهر وينك الطاهر؟ وينك عم مختار؟ صح على بس عندك طه ودخلت عنده وساعة ساعة يغشوه ويتغشش عمك الطاهر وينك الطاهر؟ وينك عم مختار؟ صح على بس عندك طه ودخلت عنده عندي يعني واحد بومبار ما عادش تغشش يا طاهر والله لا والله يا عم مختار والله رايد والله لا والله بالعكس والله مرتاح ما عنديش غش برشا لا شوف فيك ساعة ساعة اللي تبدا يطيروا هناك يعكسوا في الخدمة وكذا اسمع اسمع انا مش نظيفة عندي سؤالات على البير ولا بيار يعمل ايوه يعمل بيار اسمع عندي بير بعد ندخل للشيء نتاعنا نبعث له ميساج على الخاص اي ها مرحبا الشيء نتاعو مرحبا مرحبا عايش عم اختار كي نلقى نقص نقص وين نزيد ما في قربه ولا ابدا كهرباء تخدم لا ديما اللي يحب يزيد النقص يزيد الماء نقص ماذا بيكم الصباح والكهرباء بارده لان وقتها كل يد شات اختها قال لها كل الماء دخل في بلاصته حل البوشون خلي الماء يرتاح البوشون ديما نتاع الدبوزه نتاع القرعه مش نتاع الريديتير نتاع الريديتير اذا كان الدبوزه جايه لوطه اوتا مرديتير حلت فقط رديتير خاطر فما نوع من الدبابز يجي اوتا مرديتير هذاك في السيزي وفي غيره تفقد رديتير مساج اما كان الدبوزة عالية اعلى من الموتور مش لازم تحل الدبوزة حل رديتير حل الدبوزة يكفي باهي موتور عام منور عام الطاهر هو اساس اسمه هذا ادريس قال لك منور يا عم الطاهر بوجودك يا ادريس ربي يعينك يا بابا
او ما هي عن سيدي عن زيت مناسب محركة الفا الفا اتش دي ديليتر. شوف الزيت المناسب ديما انا ننصح من 10 40 وانت نازل 10 40 مناسب، حتى سعره مناسب بالنسبه لتونس يعني عمل 90 دينار على كيما كاكا مناسب و 8000 وبدل 8000 وبدل، لان يعني عندك 8000 يعني لازم تحسب الوقوف. هو طاهر يعرف الامور هذيك، تحسب الوقوف نتاع السياره في الفيروج، فتحكي انت وصاحبك احسب له على الاقل فما 2000 زايدين، كي تبدل في 8000 كانك بدلت في 10000، 10 40 باهي. كهرباء 406 تخضر وتسكت، شنو هو المشكل؟ او 406 مشكله فيها يا عفيف، راهي مشكله 406 راهي مش سهله في الريجلاج نتاعها، بالخاص اذا كانك انت مبدل الموتور ولا مس كور بابيون ولا مصلح الموتور، راهي ما تركحش بالكل. اسالني عليها انا، اسالني عليها انا، راهي مشكله كما شكل. عم مختار عندي فيستا 196 نلقى قرعه الماء فيها فيسير صغيره جهه البوشون والريشه طول هذيك، رد بالك منها هذيك، تمشي تبدلها على طول القرعه هذيك تبدلها، لان هذيك تدخلك الهواء من غادي وتولي المروحه ما عادش تخدم صحيح، لان عندها هواء. كيما واحد عنده شارب كوكا ولا شارب حاجه ويبدا متقلق في معدته، هذيك كيك الهواء يعمل البوشون يدخل الهواء للماء، حتى الماء ينقص ديما. اي ان هذا حب طلعني ما عارف لا ورد لا قلوب لا حتى شيء، ما عارفش علم فيهم انا والله. اللي فما اديتهم ورده تقريبا، هذا هو اللي عندي. شوف ما فماش جريده من غادي ولا حاجه ولا هي عقابه ولاده مدات هذاك اللي فم ولا ارجو سيش ولا علمونا كيفاش يجي الورده ذايا ولا انا لو طاهر على يمين على يمينك على يسارك تلقى الورده. اي من فلوس انا مدولي، انا مدولي ورتين هني، لكن تصرفوا لي بعد يبدو لي. اسمع انا المره الاخرى جاتني كعبه ديامونت، وحطيني كعبه ديامونت ما نعرفش دخلت وخرجت ما شلقتش بيه. لا بعد هلك تقلبها، معناها تنجم تبدلها من بعد، يبعثوا لك وبعد تبدلها. تقعد عندك في الكونت يا طاهر. ها؟ تقعد موجوده في الكونت، تقعد للداخل. ها تو نجيب حذاك نهاية، هذا باش نجيب ما سهلش ربي. تو نجيب حذاك. ربي سهل، ما عادش تقول ما سهلش ربي. ربي سهل. ربي سهل، ديما نقول قول ان شاء الله ربي سهل. اي قول ان شاء الله ربي سهل. الاسوام ما نعطيش اسوام هنا يا منصور. الاسوام تكلم من المحل 22 250 848. والله معقدين يباع حكا مختار الحكايه هذيك، اللي يجي يقول لي بالله المتاجر قداش السوم ما تعطيش، ما تعطيش يا طاهر، ما تنجمش تعطي السوم هذه، راهو يقول لك بريفي ترى ما حداش عليه. لا سامحني يا طاهر، راهو ما يكتفيش بيسمع السوم، ايش يقول لك؟ قداش السوم؟ شنو الماركه؟ زعما مليحه؟ قداش بتشدني؟ وما عادش ما عادش هز، فهمتني؟ ولهذا الاسوام ديما المحل 22 250 848. جاوبتك 406 وقلت لك موتور 1.3 ملتي جيت، ما قلت لك بالنسبه للاسعار ديما تكلموا المحل في اوقات العمل. الرسول في التابلو ايش المشكل؟ عنده برشا مشاكل الرسول في التابلو يا بربون بربون. ايش بيتنا خرجت يا طاهر؟ لا لا انا معاك. لا لا طاهر طاهر كهرباء 406 ايش بيك خرجت يا طاهر؟ خلى عليه تليفون. كاو كهرباء 406 خذ. لا باهي انا عم اختار كيفاه نعرف كاتاليزر مبوش. عندك علامات برشا، عندك تشعلك ساعه ديغنوستيك في التابلو والكهرباء ترزع ما عادش تمشي وتولي حتى ساعات عندها علاقه بالحراره، كاتاليزر عنده ساعات تولي تطلع لك التمبيراتير، ولهذا تمشي تعمل ديغنوستيك يظهر لك اذا كان فيه نسبه نسبة التسكير قداش، يقول لك راه 10% 15% 20%، أظني ما زالش تفوت 25 30% نسبة التسكير. سيراميك هو من داخل، هو مادة كل صنع بها الذهب. أي كيما السيراميك هذا فما شكون ينحو المادة هذيك ويستغلوا فيها في برشا حاجات. أي أي يبيعوها. أي. جراندي بونتو تاكل بالزيت ماشي 250000، قالوا لي ديفو فيهم. لا ماني قلت لك انا، اذا كان الزيت حتى ل 8000 ايترا ايترا نص ما يسالش اكثر منه، لا ماهوش ديفو، يولي ماهوش ديفو يولي مرض.
باش تنصحني يا مختار؟ شنو ننصحك باش؟ احسن نوع الامور امور السيرات في الدسوسيس نتاع تونس، نتاع تونس احسن نوع راكور كان تلقاه احسن نوع نتاع تونس تو موجود خير من نتاع البر ناجح بكذا. المحل فيه طريق شنو يا رياض؟ ادخل جوجل ماب واكتب ميكانيك مختار تو يجيبك. ايش رايك في الدوبلو؟ والله ما كسبتهمش، لكن اسال حد يكون عنده منها، اما انا ما كسبتهمش. عم مختار عندي محرك 1.5 انا جكتير كي تكسيريلي والناحيه كراعي يتكليك يبدلهم الاربعه، بدل الاربعه راهو في ال 1.5 دي سي راهو تبدل واحد تقعد تعاني، لا بدل الاربعه كان موتورك لاباس عليه، وكان موتورك ياكل زيت ولا ياكل ماء ولا كذا بدل الموتور كامل وارتاح. عم مختار بالله موتور بارتنير عادي 1.9 سخانه طرمبه جديده، شنو سخانه طرمبه جديده ورديتير جديد يشبه السخانة كان في 90 باهي يا أيمن. ترى كمل السؤال هذا وقعد معي ترى عم اختار ترى. أي عم اختار في من فضلك لحظة من فضلك أنا محتاج رقم تليفونك واتساب. لو ما نعطيك الواتساب لكن لو ما راني ما نجاوبش على الواتساب، الواتساب محطوط عند ولدي. نعطيك رقم الواتساب باش تبعث عليه فيديو فقط، لا صوت لا كتيبة لا مكالمات، لأن يعني الطبيب عندي وداني ولا عندي صنين في راسي ما عادش نزل على التليفون إلا للعائلة فقط، يعني العائلة فقط. ها طاهر شنو عندك؟ قلت لك عندي البناف، إي عندي الكليماتيزير معذبني، بدلت له كومبريسير وبدلت له حتى الحصيرة نتاع الرداتير جديدة، وبدلت له كومبريسير بونكازيون مش جديد. إي إيش يعمل يا سيدي؟ يدكلاش يخدم هي واقفة، أنت تجري بها ويقص. خاطر ما عمل ما عنده اكل المانو اللي في الجعبه، تعرفوا هذاك المانو اللي في الجعبه اي الكابتر دي بريسيون اي هذاك مبدله. اي شوف شوف واحد اخر جرب بيه، عندك حد من اصحابك عنده خو جرب بيه مثلا ما يعمل شيء يعملها هو الكابتر دي بريسيون هذاك كيما كي تنزل عليه انت باش يبرد اكثر. ما هو ما هو كيما الترومبه يتعدى الماء من التيو اي كيما تلقاش الماء الترومبه تسكت واضح، لكن فما ممكن عندهم في اخرى حوجه اخرى حبيت حوجه اخرى حبيت نلمح لك عليها عم مختار. الكهرباء حابسه بلاصتها وتنزل الاكسلتير كيما تحب انت. اي لا مش كيف كيف مش كيف كيف باهي، خاطر انت باش تنزل مؤقتا مش ديما. اي شو قلت شاد الاكسلتير انت؟ شو قلت شاد الاكسلتير ربع ساعه نص ساعه ما تنجمش؟ لا اي هذيك انت مش عندكم حتى انتم في الترمبات نتاع الماء الترمبه كي تلقى ما تلقاش الماء ما تخدمش. ما كي تلقى الماء تبدا ترنفل تلوح في هواء بركه ما توحش في الماء. اي ولكن ساعات فما نوع ما توقف يقول لك ما عادش نخدم لان كان تحرك. اي هذيك هذيك ما مربوطه فيها سوند. اي فهمتك ايش تقصد، معناها فهمتك ايش تقصد. هو الغاز يبدا متعدي من الجعب هذيك النيون. اي يبدا متعدي كيف ينقص عليها الغاز تقول كيما تزال اوقف ما عادش تعطيني غاز. انت عمك شريته عند واحد مختص ولا شريته بالدبوز عند لا والله لا والله اسمع احنا ما عندناش اختصاص في قبلي كلها تبلفط حطه وحطه برا وتعالى بدلت ثاني هبط جابس ما كنت وقتك هبط جابس ولا حاجه والله توتيني والله فما شكون قالوا لي في جابس تنمشي والله يعني ما مستو ما عنديش وقت ما عنديش وقت شارجي شويه لا ما حتى مره مش حقيت بياسه من جابس ولا حاجه ما تمشي. لا انا نبعث حتى من الجزائر يبعثوا لي ما نمشيش. فهمتني العمليه شنو هي؟ لازم تشوف عند واحد يكون مختص في انا من المرايه تمشي للدار خير دار زايد 20000 على البر راهي نزل الدار يتستولي الغاز وتستولي هو الغاز ما يعملهاش لازم يكون عنده ترمب لازم يكون عنده اباري هذيك كبيره الزرقاء كارتاج انا وريتها في الفيديوهات نتاعي اي هاني فيها تعمل فيد كبر لولا تمص الاوساخ وتمصك الهواء وتمصك الزيت القديم كله تمصه اي تست فيد اي عملها راهو تست فيد وعمل تست نتاع الذيع الفويت مش تست مش تست يعمل فيد يخرج الكل ويعاود يصب الزيت لكذا للكومبرسور اي يعاود يصب بالاباري هذيك ومن بعد يعطيها الغاز هي وحدها تعمل الغاز وحدها لا يزيدها بكيلو ولا برطل هي اوتوماتيك هو التوتال بتاعتي يحط لا يحط لها الكهرباء شنو هي
والموديل كم، وهي تعطي كل شيء. والله لازمني مختص في الواحد هذا، لازمني مختص. من قلت لك شوف، انت قلت لك انت امشي للدار قول لهم قديش شروا لي الجاز، قديش شريته توفيق بلي بقديش انت؟ والله ب 80 احسب لي. ايه في الدار تلقاها ب 120، احسب لي ب 80. ايه في الدار تلقاها ب 120 مثلا. ايه ايه وتطمن على كرهبتك ويقول لك زاد الكمبيوتر. يعني بدلت الكمبرسير، قال لي كمبرسير خايب بيرقل فيها كتر شنو هي ضيع من الهواء كتر شنو هو، بدلت كمبرسير. ينجم يكون الكمبرسير، بدلت تحصيله، يكون الكمبرسير اللي ركبته ضعيف، ينجم يكون، ينجم يكون. حسينه ده عذبني اي في الاخر، انا بطلت منه اصلا اخدم فيه بك. هو والله انا شخصيا انا ما استعملوش، انا حتى عندي صاحبي جاري يشارج لك لما نزلت، يا عم مختار قال لي خلينا نشارج لك الكهرباء ببلاش، قول له لا تشارج لي نشارج لك. والله هي ظرف، وقلت انيك نستحقاش مره على الاقل يكون حاضر محطوط معنا. انا بلهي من الدار للخدمه، من الخدمه للدار تمام متاع ربع ساعه. تصور انت، تصور طه في الدار عندي 3 كلمات زلات، والله صدقني تو عاملين لمسيتهم. احسن حاجه. يا عم المختار راه فما فرق بين انك تعيش في غادي وتعيش في قبلي، راه فما فرق. لا لا هم نقول لك حاجه طه، يا طه افهم حاجه، ريت انت انت دار كان تدخلها كلمه زلات مره تولي كوشه. اي صحيح تولي كوشه، دار كوشه. تو عندي بيت، انا عندي بيت كان كان فيها ولدي يعني مشى يخرج لبرا، واحد منهم كان ديما 24 ساعه كان مازال يخدم، تو ندخل نلقى كوشه، بينما بيتي انا ديما بارده مصلح الهوايه الكل. اي كانها كل الليقه ولا كل الدهن ولا كذا، ولا عمل الكوش بتاع ما فهمتهاش كيف صار حميد. قلت لك قلت لك نمشي نلقاها سخونه وكبيره، رغم البيت كبيره تقريبا 4 على 4 مش صغير، وانا بيتي يمكن 3 على 3، وديما الحق ما عنديش مشاكل يعني نرقد، صحيح نرقد بالمنشفه ما نقولكش لا، انا نحب نرقد، نحب نرقد بالمنشفه. هاك شوف انا حتى تو يعني هاو كيما زين مقابلني وما خدمناش، يعني حال الشباك على الجنينه ومخلي ما خويا نكره انا، الواحد ينوض مهضض ينوض مريض. فخار بكري، فخار بكري يرقد تعب يقوم تعب مختار. فخار بكري لا انا نرضى طاهر نرقد بالمنشفة، طاهر نرقد بالمنشفة نبدا نسكت بالعرق. انا شو شو اللي قلقني هو الناموس كاو. انا كيفك، انا كيفك، نحطك كيف. الوحدة نحطك الوحدة في البريز ونرقد. انا هي بيت كامل ما فيهاش كلمة يزور، ساعات تحط المروحة تحت سقية لو توا كاو. لا لا انا لا هذا لا هذا، انا عندي نحل الشباك ونقعد، تبدا هواء سخون داخل هواء بارد ما يقلقنيش. لا تو تشوف فيها مبلوله، مبلوله عندي لا عادي. لا نستعملوا الكليماتيزير، اما ني ديما نستعمل من الاربع الثاني نروح للاربع الخدمه ديما يوميا، معناها الاربع الخدمه نروح. انت انت شوف انت, انت اسمعني، كي تخرج لبرا ايش تحس روحك بعد الكليماتيزير؟ تحس روحك سي دخلت في حيط. بينما انا بالعكس تو كنت نخرج من الدار نلقى الهواء برا ما شاء الله تبارك الله معكوسه. تحس روحك دخلت في حيط. سيدي عم مختار من فضلك انا محتاج رقم تليفونك. لا التليفون نتاع الواتساب راني نعطيه باش تبعث عليه فيديو فقط، 24 350 848، اما لا تكلمني عليه لا تبعث لي صوت ولا تبعث لي كتيبه. جراندي بونتو تبدل الموتور ولا نخدمه؟ لا بدل يا ابو عزيز رد بالك ما ينجحوش، راهم تحب تخدم تخدم مع مختار ديما يقول عندي واحد يكتب لي، يكتب لي ديما ديما المره هذه مش موجوده، يقول لي حتى تقابلوا عجله تقول له بدل الموتور. قلت له والله يسامحك شنو عمل لك، انا نقول لك انا نقدم النصيحه وانت براسك. قال في 4 موتور 1.4 تبدا واقفه والموتور يخض مناش، عده اسباب يا مهدي، عندك نجم يكون عندك بيستون ضعيف، نجم عندك بوبينه ضعيفه، نجم يكون عندك خيط بوجي ضيع تنسال كعب بوجي سابا كعب، يعني برشا حاجات لنا ما تجيش بالسؤال هذه، تجيب بالمعاينة في عين المكان، على عين المكان. عندنا هذا يقول في 5 ان بوكاتي سونس هكاو هكا فهمت. سلام مختار T'en penses quoi du 320 CD 2012؟ والله انا البي ام كسبتهم في ليسونس، في المازوت ما كسبتهمش.
يعني في الليسونس يعجبوني برشا، في المازوت ما كسبتهمش. سخانة تغلب المروحة، سخانة تغلب المروحة قال كاين. سلام مختار، هذيك جاوبتك. أمرتسير كور خير من أنواع حتى أوروبية العم، خير حسب تجربتي أنا، وأسأل عليها حتى الميكانيسيان تو يقول لك. المهم راهو الأمرتسير بالذات بالخص اللي هو يدخل في وسط، يعني اللي هو لازمك تشده مثلا بانس باش تنجم تكبسه من فوق، هذاك اللي يهلك الأمرتسير. فما يشدوه بانس هذاك اللي يهلك، هذاك اللي في الأمرتسير فيسا. ماذا بيك اللي باش يركب لك الأمرتسير بالخص من قدام، من تالي ما ينجمش خاطر ما من قدام ما فيش، من تالي من قدام رد باك شدو بالبانس، يشدو بالبانس يجرحك البيستون هذيك، البيستون هذيك تضرب البراوين تاع المرسال قطع ما يشدكش حتى 3 4 شهور. سلام مختار، ما قلت لك على البي ام، انا قلت لك في ليسونس جولف 4 ما كيف كيف جاوبناه باش نصحني عم مختار في 406 تعبتني. نصحك شو تعباتك انا؟ ساعه كاسونسيك باهي، انا هاني كاسب منهم واحده ما باهي. انا بوان 5 كان زميل زنف تروميت باهي، طلعني عم مختار باهي. اي خلنا نعمل تليفون نرجع عم مختار. اي ما يسالش باهي. عم مختار بشكون تنصحني يفهم، يفهم في كليو كومبيس تخدم غاز من المعمل، فما نتاع الغاز اسمه سمير في طريق شنو معروف جنب الفارماسي، معروف سمير، سمير غاز في طريق شنو معروف، هذاك المختص في الغاز. عم مختار بدلت كيتومبرير ميغان دو، ما زال حس كي نافس على اللومبرير ينحى، هذاك بواس مش لومبرير، دخل اللومبرير، اللومبرير راهو يعمل العكس، الامبراج كي تنزل على الامبراج يزيد الصوت هذاك امبراج، اما كي تنزل على الامبراج ويخص الصوت هذاك في البوات، هذاك في السرعه مش في الان. انا بدون جو بيل كورس كورس ولا كورس كورس هاي كورس هاي عام 2000 مظبوط، مخير زيت 45 او 35، الاثنين باهين انت حسب جيبك، الاثنين باهين انت اذا كان انت معودها بشيء معين خليك في اللي معودها به، كانك معودها بالسنك ولا بالكارونت ولا بالترون، افضل حاجه ما تبدلش نوعيه الزيت خاطر الموتور استانس بها. 1.5 2009 2008 عم مختار عندي فورد فيستا كنا نبضها مع الصباح طول باش تنوض ونسمع تقربيع كي اكسيليري يروح محرك يروح هذاك تقربيع، انا وعد النوضان نوع النوضان يا يعني اما عندك كومبرسيون ميت يا اما عندك كومبرسيون ضعيف، هذا متين حتى كومبسيون ميتا ما يخلقش برشا في الليسونس، انما الكومبسيونس كي تبدا ضعيفه تعملها الصباح. زيت بولو 8 ان لتر بالليل، زيت شو معناتها ان لتر؟ كانك تزيد في لتر في ال 8000 ما تزيدش، وين توصل 8000 بدل. اش قولك فيهم؟ والله ما عنديش حتى فكره عليهم يا على الترومين ويت، شوف اذا كان هي جديده ايه يمكن معاك، اما قديم راه تسلسل مولاه اللي باش يجي من عنده راهو دعمك مختار ولا غيره باش يعطيك راي برو. هذا هي الموتور والباقي ما فهمتش في حكاية تخريط في سكاتونسيس، ما ساعات تدخل علي حاجات بربي. حكاية حكينا على عقدة الميغان انجكسيون، وين انجكسيون كونترولي شنو هي الخطايا اللي يعملوا مشكلة في هذه ايسونس ولا مازوت؟ حلمي ايسونس ولا مازوت يا حلمي؟ احمد ترودي عم مختار بدلت كيتون برياج مازال ميغاندي نافس على الامبرياج يتنحى، هذا كما قلت لك هذاك مش هذاك مش امبرياج هذاك بوات، ما قلت لكم وريتكم حتى في الشان وانا عندي. شوف بالنسبه للصوت اذا كانك تنزل على الامبرياج يزيد هذا كم البيتي هذا كم الامبرياج، وكان تنزل على الامبرياج يسكت هذا كم البوات نحام مخك. 308 اتش دي ديما الجوان انجكتير يضيعوا مناش اللي يخدمهم لك مثلا ما يعرفش يخدم، ومش من ساعات مش من الجوان وانت تشوف فيه من الجوان ساعات مش من الجوان تاع انجكتير ساعات ما يكشف باب بيدو يبدا مكسر، اذا كان بدلته مره
وباقي نفس المشكله. وساعات تبدا مازوت هابط من فوق، مش زيت خارج من الأرض، ساعات تبدا مازوت هابط عليه من فوق تقول كانه زيت، هو مش زيت. ميكانيسونس لازم تعرف على ايش مسيت الموتور. انت ما مسيتوش يا حلمي، كان مسيت الموتور هذا كان مشكله من الموتور، كان مسيت الموتور عملت فيه حاجه، ما كانش تولي هذا كان عندك مشكله من الكور بابيون بحاجه ولا فما نفس بالخاص ولا مباكات ولا مباسيس كيف كيف. اما كانك مسيت الموتور سيء، ما تنحركش الديفو هذاك الا ما تشوف شنو اللي عملت في الموتور. عم مختار فماشي كريبه نتاع زوالي نظيفه، والله يا عم مختار اني مش مصاري تاعك، حتى كان نعرف اني ما ندلش. علاش؟ لان سبق كنت وسطت وقعدت في الحجمه. وقت نفكر واحد سرينال واربعه سوبر سانك ولا شنو هي؟ حاصل انا شريت 106، حصلت فيها شريت 106 ب 6 ونص، صرفت عليها 4 ملايين وبعتها ب 7 ملايين. نعم عملت تقسيمة الابيو، ونلقى بعض الزيت في دبوسة الماء. شو معناتها؟ انا تسقمينها يعني، طبعا عندك مشكلة علاش تسقم فيها؟ فما اذا كانك لقيت تشاش نتاع زيت ممكن بالك من الخدمة اللي خدمتها، مش نقول 5.4 ريجيم هذاك اللي فهمت 5.5 ريجيم، الاخرى ما فهمتهاش فوتش ولا شنو ما فهمتش. عم مختار عندي ابيو عملت لها محرك، تبقى ريشه شاعله مع العلم ترمستا ما فيهاش. يعني هذاك اذا كانت ناحيه ترمستا وانت شوي عودت لها بالك مسحت لها كلاس، كان مسحت لها كلاس هي طلعت عليها مرسيدس ولا شو؟ يعني موتور، فهمت كلمة موتور وكاو. ما قلت لكم ما تكتبوليش الوحدة مروان، مرحبا بك يا مروان. عندي خط في التروازيام كي مبدل كاتريام عشان كان تنح. شفتوا يقول لك عندي خط هذا حمزه، وما عودتكش يقول لك شنو السياره، اقعد انت عاود ارجع لكم المتر نتاعو حمزه مش تعرف. داسيا سانديرو جي بي ال اسونس كونسومي، باقي هذوك كل راني ما نقراش ما نحبش نقراه، يرحم والديك. معناها نبدل رومون تاع البوات. لا 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 ما تصلحش يا ودي، لا بدل البوات كامله ما يتصلحوش، ما تقولش في نفس الغلطه. تو بدلت الامرين على خاطر البوات وبعث لي باش ترجع تخدم البوات، ما عرفت تغلطوا الغلطه هذه، قلت لكم راه ما يتصلحوش، بدل البوات وارتاح. الموتور نتاع داسيا كامل كليو بختار، ما هو فيديو هو داسيا او الكليو ولا ما موتور البوندور. نسيت الالكتريسيان نتصلح من بعد ترجع تسكت يا نتاع 406 انت يا عفيف، اعطيني معلومات كامله من الاول وقتاش وكيفاش صار وعلاش صار. يعني مش 406 راهي بيدها راهي مصيبه في الرونتي، اذا كان مولاها ما يعرفش كيفاش بدات الديفوره، ساعات على الاقل حد تعملها المشكله هذيك. انا حتى مدرتهم نكرههم باش نبيعهم ساعات. عندي كونغو تيربو ما يحلش، وباش عرفتو ما يحلش يا شوق؟ باش عرفتو ما يحلش؟ منين تعرف؟ الا بالتست الا بالديغنوستيك، تمشي ديغنوستيك هو اللي يعرفو، ممكن انت ما تعرفوش. عم اختار عندي تشنشين في بوات فيتاس، كي تنزل عمريش تسكت، ولا كي تنزل عمريش كيف كيف. هذا كتبت وما قلت لك الكتيب هذيك ما تكتبوها لي، ربي يحفظك. عم مختار يرحم والدينا والديك يا لربي. عم مختار كرهبتي سمبول واحد موتورها ياكل في 3 لترات زيت في 10000 كلمات وما دخلش جملة. يا ودي هذه كلمة يا ما دخلش جملة، هذه نساها ما فماش حاجة ما دخلش جملة. الزيت وين مشى؟ عملته أنا كسكروت ثم هو خرج دخان، ماني وريتكم كيفاش سخنها بكدا كي تروح من الخدمة قبل ما تسكتها ايش بدي افهمها، وكسيلي تروميل ترو برميت، وشوف العجله اللي تشوفها راك. اذا كان زيت كان اذا كان زيت ماكسيموم، اما كان زيت ناقص ما تخرجش، اعمل زيت ماكسيموم وانت بعد تكون تمشي بها وقفها وانزل على تروميل ترو برميت، شوف العجله اللي تبدا وراك. الموتور هذيك الموتور فهمتها والباقي ما فهموش. عم مختار عندي 207 حاب نبدلها HD 1.4 موتور
بواش تنصحني 1.6؟ لا خليه 1.4 ولا بيعها واشتري 1.6. رد بالك تعمل العمليه دي، رد بالك عملوها. والله جاني واحد مسكين يا طه يبكي من الجزائر، قال لي كان كرهبتي ترى الصنويت، قال لي كان عسل 1.6 ماشي لابس عليها، قال دبروا عليه قال لي بدلها بليتر، قال لي ما خليته ومشيت بها ديما تشيك تشعل لهم التيراج ميت. قلت له كان هذاك خاطر نلم الشلبه والبقاروس ما يركبوش على بعض. عم اختار بربي موتور جولف 4 سيجمالات ينجح؟ لا ما ينجحش. تحب تعمل عمل؟ انا ما نقول لك ما ينجح. عم اختار كاسونسيس هزيتها الكتريسيان باخي يقول لي هزيتها، ما تحكي لي شنو مشكلتها من الاول. عم اختار عندي هذا كيف كيف؟ لا نقول لك ما تبدلش. شنو رايك في سكودا فابيا؟ واحد هي جديده باهيه، اما قديمه الله اعلم. عم اختار كاسونسيس كيف كيف؟ عم اختار بالله جولف 3 موتور 1.8 اسونس وغاز، تاكل برشا غاز. ونحب نعرف شنو هي البوجيات اللي يمشوا معاه. البوجيات اولا خذ لها، كان فما في الفولكسفاجن في الدار خذ لها من الدار خير، والا خذ لها انجيكا الكترود واحده، مش اك 3 الكترود ولا زوج، لا الكترود واحده. وفي الغاز هي خاطر الموتور خويره ياكل 10 بالمرتاح 1.8 مش هكاك، مش على كيفك تحب تمشيها على كيفك، لا. وكون الغاز مريقل وكل شيء مريقل، ما وريتكم انا كيفاش تريقل الغاز في الجري وفي الرانتي، اكتب الشان اكتب كيفاش تريقل الغاز في الجري والرانتي تخرج لك. كان تلقى بوجيات في الدار خذ بوجيات من الدار، ما تلقاش خذ انجيكا الكترود واحده مش تروح الكترود. ميغال دي ديزل بومب اجاباج ما يوصلهاش الضوء، شنو المشكل؟ ماني قلت لك بالنسبه هذاك يخرج كان بالديغنوستيك يا دالي، او الاغلبيه تلقاها ممكن من البوم من سيزما من الكود ضاع نتاع المفتاح، ساعات من البوت فيزيبل، ساعات من كذا تربيدها، برشا اشكال برشا انواع من المشكلة. عم اختار كاسونسيس يرحم والديك، معناها نبدل رونمون تاع البوات، لا نبدل البوات كامله. عم اختار كاسونسيس باهي، خلينا نشوفوا الجماعه قاعدين ما يطلعوش. بالله لحظة خلينا نشوف. السلام عليكم مختار كونغو 1.9 سامبل، عودت الحساس 72 82، ريشة ما حبستش. إيه طبعا بعيدة الشيء على بعض، 72 82 برشا بعيدة على بعضها، فما عسر لا حط لها 80 85 أو 70 75 وترى المسار تكون راكبة. عم مختار عندي مشكلة بريسيون ويل، مازال نفس المشكلة. علاش يا رابح؟ رابح فما اشكاليه موتورك شبيه في حاجه، علاش تشعل لك لمبه الزيت؟ بربي موتور برلينجو 1.4 بنزين قداش ياكل في المياه؟ ما تنجم تحدو يا سمعه، تحب تعرف قداش ياكل في المياه بالضبط؟ ضحي بلان لين يتوزع على البر، ومشي 100 ولا 200 ولا 300 ولا 400 100 كيلومتر، وعاود بلا مره واحده، واعمل كالكيول نتاعك اقسمهم على الموجود تو تعرف قداش ياكل. اما السؤال ما تنجمش، راه كان ما عندكش دخان، كان عندك دخان اكحل، وقتها لازمك تصلحه. عم اختار عندي فيات بونتو 2 تيرار ضعيف، عنده عده اسباب التيرار ضعيف، منهم البومب اسونسيال سفيان، منهم اللي كان يمشي يدس تروماتيلاند ولا حاجه ولا يخض. عم اختار قداش يعمل سم سبو جولف كات؟ لا الاسوام ما قلت لك ما عنديش. عم اختار لا الاسوام ما نعطيش وما عنديش. عم اختار عندي برلانكو ام باسيس تاكل بالزيت لتر في قداش؟ لتر في قداش؟ كان 8000 ما يسالش خليه ونقصها الجري ما تفوتش فيها 110 120. عم اختار قداش يعمل سوم؟ خلينا نمشوا لغيرها. بولو 5 بنزين كيف تخدم؟ ريجيم يطلع وينقص واكسيليراتير ما يجاوبش، لازم نخدمها وانا نكسيداري مناش زعما هذاك تعمل ديجنوستيك. ممكن عندك البيدال والكور بابيون مش متفاهمين، سموها كوموند كور بابيون، كوموند بابيون لازم يعملها كوموند في شوف البوش، كان عندك دار البوش ولا دار بزفاك. اذا كان كده ما مسيت شيء في الموتور، ها شنو هو سبب الشرنين وقت ننزل على الامبرياج يزيد ولا يتنحى يا حمدان؟ كان يزيد راهو من الامبرياج وكان يتنحى راهو من البوات. بدلت البومبو ديسك ومازال ضعيفه. يا عم مختار
بون بالك بدلت لها موتور بركه، ولا بدلتها كامله، كان بدلت لها موتور تقعد ديما ضعيف. اما لازم تبدلها كامله وبعد تمشي للي بعدها ديفو بعدها. اما اختار اللي يبارك فيه، يبارك فيه صحتك اجمعين ان شاء الله، ويرزق ويرحم والديك. برشا حاجات تعلمناهم من عندك ما عادش يغشونا يعني، الحمد لله. ما هذا فضل من عند ربي، كان الواحد يدعي لك من بعيد وما يعرفكش، هذا مش نعمه من عند ربي طه. يعني مختار كهرباء الشيري الصغيره هذيك، هاي قلت له كول صاحبي ديما ساعات نطلع معاه كي اكسيليري تمشي نورمال، بعد تعمل تكسيليري الاكسيليري دون ليفي تفرق ما تجاوبش، لازم يسيب الاكسيليراتور ويرجع برومير. قديش ماشي تلقى عنده موت ساعتها 80000 نبدلها موتور جديد، يبالك عنده بومب ضعيفه. قلت له المره الاخرى قلتها له خاطر يسيب الاكسيليراتور ويرجع باش مرتين بثلاثه باش ينجم يكون بومب ضعيفه، ولا الكوموند نتاع الكور بابيون مش قابلين بعضهم. الاكسيليراتور ما فيش وحده تحته الالكتريك، إيه هذيك موجوده كوموند، هي كوموند هذيك كيما الكوموند نتاع نتاع التلفزه. اي فهمتني ما تجاوبش. اي فما ايميتير وستيريو. عم نفتح مشكل ديسونسيف بليس، يعني المشكلة عندك انت ولا عندي انا سلبيات. كي ننزل على الامبرياج يتنحى تشنشين، هذيك بوات يا خيسر، هذيك البوات، هذيك بوات بدلها ما تصلحهاش، امشي بيها لين تتكسر وبدلها. عندي برشا هكاك نقول لهم امشي بيها لين تتكسر. عندي هذاك واحد انا بدلت له موتور هنا رين مطوي سبيسيفيك كلام زير، نقول له الهادي جاني مره وراني الموتور قال لي شنو، قلت له انا كمل بيه يموت ويجيبه، ضربيه 3 سنين تبارك الله. ربي ثلاث سنين بدلت له الجمعه اللي فاتت معناها جديد ديجا حقه خلص. اي خاطر ساعات ما هو اسمه ساعات سبحان الله تقول البيس تخاف تضر تكبش. سلام مع مختار، عندي مشكل في الانجكتير دلفي، الانجكتير دلفي راهو اذا كان مش سبيسياليست في كذا راه ما تصلحش، تبدل السباب نتاعو ولا تبدله كامل. عسلامة سي مختار يسلمك، بربي عندي كليو علاش عجلة تيلانية تكلت أخرى لا، هذيك عندك التراير معوج مثالي، عندك التراير معوج هذاك لازم تعمل تمشي نتاع الباراليزم تو يعرفوا لك منين وتصلحوا، فما نوع تصلح فما نوع تصلح. ساعات يبدا في اللاكس نتاع الرولمون، اللاكس نتاع الرولمون بيدو يبدا معوج مش التراير، ساعات اللاكس نتاع الرولمون يبدا معوج، هذاك تلحس من فريد تلحس العجلة. الليسونس الليسونس اللي نصبه فيه قداه فيه اوكتان، ما فهمتش يا ولد. اوكتان اي قداه سوم بوات جولف 4 الله اعلم. ندخلك في اللايف يا بينا، لا والله نحاول ندخلكم، ما حبش يطلع معاش او كان طلعت مرحبا بيك، ما فهمت مشكل بينا قداه سوم بوات الليسونس اللي نصبه ماشي مبدع، مرحبا بك يا مبدع. شوية ورد يا الأولاد، شوية لايف شوية بارتاج، تواصل معي هاك معي يعني حالتك حاجة بها عفيف تفضل، باش تجي المحل ادخل جوجل ماب اكتب ميكانيك مختار يجيبك المحل، أما تصيح أنا ما نصلحش نعاون باللي نقدر، نعاون بالنصيحة قال الرجل. اي بلي نقدر. هيك ربي يعطيك الصحة. اي تو بون بالاخص الكرهة باللونسيان هذه كرباتير ودايكو وغير هذا كله نجم نعاونه ونخدم له ونصلح له. اما الباقي لا. عم مختار يقولوا تعمل دياجنوستيك مختار غادي. لا اش تعمل به هذا؟ ها؟ نقص بهذل انا. والله يعاون حتى غادي. لا يا طه شوفي الدياجنوستيك الدياجنوستيك الصحيح راهو لازم يكون عندك بياسات بلاش جرب باش تجرب. اي باش صحيح اي. تو انت تقول لي البوبينه فاسده. اي قد يكون يجيها الكورون ضعيف. قد يكون يجيها الكورون ضعيف من الباتري. اي. ولا من كونتاكت. ونشارك في بوبينه والديفو هو بيدو. كي يبدا عندي البوبينه لما نحطها. وقتها نجم نعرف منها ولا لا. صحيح. يا دكتور انيا يعطيك الصح. مختار بولو. خليك ان شاء الله شاهي طيب وربي يعين. هاي صحة فتورة هذا انا قريب قريب اذن
كان هاي هذاك صاحبي اللي قلت لك عليه نتاع الفيستا ما له احسن حاجه يمشي يعمل دياجنوستيك في دار فرد هكا هو عمل يمشي غادي حدا الاساس مول ما تبوش حدا ولد علي وهكا هو اي غادي اي هاي ربي يعينك هاي سلم الله يرحم والديك هذا يرحم والديك بارك الله فيك عم مختار يقول ست تخض فرانتي وما تاكلش الماء لا زيت يقول ولا بولوس شكرا يا سا بارك الله فيك شكرا شكرا ما فهمتش يا كريم عاود لي السؤال بون بريكسيون تشيك شيك كيما الكلبيتر ولا جواب بالنسبه اذا كان هي سي افي راهي كلهم يشكشكوا سي افي ما تخافش منها عادي هذيك كي تبدا تخدم تبدا تشكشك اللي هي روتو نقولوا احنا روتو سيابي وزيد عرضها على البومبيست انا ساعات تبدا الرمون نتاعها بدات تتكسر اما هم كلهم يشكشكوا راه تسمعها شكشك الزيت تنصحنا به نيسان توران شوف الزيت انا قلت لك كل مكان اجود كل مكان افضل 10 40 45 افضل من 10 صفر افضل من خمسه وهكذا انت المعمول به تو بصفه عامه لان احنا في تونس الحاله الماديه ضعيفه بالنسبه لاغلبيه الناس ال 10 40 معقول وباهي يعني يعمل 90 دينار تقريبا حاجه كيما هكاك وسوم معقول وترميه في 8000 8000 ترميه تخليش عندي جيمي جنبي موتور 405 خرجتها زينه شوية وكن نجري خمس أيام ونجي نطيح البتات تسكت ساعات كرك شوف إذا كان الموتور هادوريجين الجيم الجمب كان الموتور هادوريجين الخطر مش 405 راه منظره كيما 405 إنما 405 ضعيف عليه الخطر نتاعها هي وتشوفو حتى ولو كانت تجيز عندك 5 ولا 6 لا موتورها هي وتشوفو بيستون نتاعو أكبر إذا كان مركب لها موتور 405 راه ما يهزهاش الجمب خاطر حتى ولو شاري هكاك عندي كاميون ما يخطف كان بالسيف ابعث لي فيديو عليه كيفاش يخطف كان بالسيف بالك الدمار عندك ضعيف بالك البطارية ضعيفة بالك فارغ البريسيون نتاعو على الاقل تو نقول لك منين ابعث لي فيديو عليه وفيديو طويل وريني واحكي لي هل صلحت حاجة قبل انت ولا حاجة عندي به عم مختار باش نعمل كيت بارتنر وين المحل نجيبك اش معناتها كيت بارتنر انا راني ما صلحش عم مختار عندي برلينغو تاكل ايترا في الالف لا ايترا بالالف ورياس لا معاش لا هذيك تولي طول تبدلها موتور معاش معاش تزيدها طول تبدل موتور بسم الله سلام عم اختارك اليو كومبيس واش من زيت تنصحني من قلت لك 10 40 احسن حاجه جراندي فونت تاكل في زيت اش نعمل نبدل الموتور ولا شنو هو الزيت اللي نصبه كان لحد 8000 ايترا ونص ماكسيموم ما تزيدش من توصل 8000 وتحسك وصلت لتر بدل كان اكثر لا بوريير سيزي دي ماكس ريفيرونس شنية والله ما عنديش ريفيرونس نتاع بوريير كانت تحكي على الزيت زيت 5 زيت 80 90 بوريير زيت 80 90 عم مختار بولو 6 تخض في فرانتي وما تاكلش لا ماء ولا زيت يعني ينجم يكون بيستون راتي يسموه عملش دياغنوستيك ولا حاجه كان عملت بيجنوستيك معناتها فم بيصارتي فم بيصار ضعيف ولا بوبينا ولا بوجي ولا انجكتير عندك برشا حال تحب نبدل الموتور يبيكو مختش نجيك وقت تحب تدخل جوجل ماب يجيك مرحبا بيك جوجل ماب ديما الصباح تلقاني يعني بالنسبه لي انا شخصيا ديما الصباح اما المحل محل ولا نهار كامل شنو تعمل في الكراج ما نعمل شيء نمشي نقعد بحال الاولاد شويه الاولاد يخدموا يبدلوا الموتورات وانا اذا كان جا حد طالب نصيحه ولا حاجه ننصحه اما اذا كان عنده مثلا كرباتير ولا دايكو هذيك الامور هذيك نجم نعاونه فيها انا شخصيا ونجم نخدمها انا شخصيا كيما برشا ناس اما باقي الحالات الاخرى لا يا حسان اكتب العربي يا حسان
كيف نبدا نمشي مجريه الكهرباء، كي نسكرها ونحلها تولي تجري. عندك هذاك عين، عندك ديفو في الكهرباء، عندك ديفو هذيك لازم نشوف الديكنوستيك. انا مختار عندي 1.5 دي سي، ندريت راهي تتنفخ ولما والماء موش يدير في بقعات. إذا كان يتنفخ دريت تشمك فين تخلي تنفخ، المهم المروحة تخدم تسكت. نحب نبدل الموتور ليبيكو وقتاش نجيك. ماني قلت لك ديما الصباح تلقيني الصباح، الله يرحم والدينا والديك. مزيان عم اختار علاش العجلة يعني ماني جاوبتك انا. انت عندك ترانير فيه عوج، عم اختار احسن بوجي بولو ثلاثة. والله احسن بوجيات يا بولو خذها من الدار، خذها من الدار فوزفاجن، تربح الليسونس وتربح الموتور تحس مرتاح. تحب تاخذ من برا خذ من برا، خاطر ما تعرفش من برا ترى راتية ديجنوستيك. ما قال لك يقول له هي راتية كما تلقى موتور ما تصلحش، تلقى موتور تحب تصلح. فما ناس يقول لك نصلح ولا صلح. انا رين واحد انا بدلته كان شفتوش اخر واحد انا عطيته في الفيديو، جاي شاورني دار بين ميكانيكي امس صلح، خسر 1,800,000 تقريبا، مشى 3 شهور وجا بدلت له موتور، يعني تكلف له قريب مرة ونص. عندي امبوان اف تي دي تسخن في الصعد، هذيك عندك سيركوي نتاع الماء لازم تنظيف راديتور والامور هذيك وتعمل خضة، ينجم يكون كاتاليزر زاد كيبل كاتاليزر مسكر ويخلي الكهرباء تسخن. راتيف الديجنوستيك هذيك موتور يا كريم، هذيك موتور. عم اختار عندي ميجا 1.6 سيرفال، كي نكون نمشي عادي الحراره كي تكون حابس السخانه تطلع وين مشكل. لا السخانه بصفه عامه يا الاولاد الحراره ما لازمش لا تطلع لا تهبط، لازم تكون ديما فيكس في مكان واحد. خلينا نفهم بعض، فيكس في مكان واحد، فماش هذا تطلع وتهبط. كان تطلع وتهبط معناتها امورك مش مريقله، يا اما عندك ثيرموستات يا اما منو يا اما حاجه. باي عندي كرهبتي كل ما نخليها اكثر من 5 ايام ما نخدمهاش شو يصير؟ وين نجيب نخدمها ما تخدمش ما تخدمليش كان من المره الثالثه. عمل لي فيديو عليها وابعثه لي خلينا نشوفه يا احمد. هاي مرحبا بك. يعني كان نجيب لك كهرباء قديمه تصلح لي، نقول لك حد الكربتير والديكور الامور هذيك لا باقي لا. يعني كان عندك كهرباء قديمه فيها كربتير وفيها مشكله فيها الخضان فيها فقط مصيح باخذ سهله، نقول لك في حدود الموتور اذا كان فما خضان ولا مشكله في الكورون ولا مشكله في الليسونس هكا. عم اختار ساكسو فاس دي سيمي انجكسيون، كي نخدمها الصباح في 2 ايام تحسها تخض ما فماش تيراج. يعني لازم يكون عندك كومبيسونس ضعيفة. وزاد حتى بالنسبة للسيمي انجكسيون راني ما نشجعش على تصليح وبدل الكباتير ورتاح. السلام عليكم عم مختار. سؤال ها هو السيارة تمشى بها باقي تابلو كان مش عليه. ما فهمتش شنو تقصد. أي مرحبا بكم، مرحبا بكم. يعني كان نجي لك كهرباء قديمه تصلح، ما قلت لك اذا كان كهرباء كرباتير ولا دايكو يا بن زايد. دايكو كرباتير حتى سيمي انجكسيون لا، كرباتير دايكو حاضر نصلح لك بالنسبه لدايكو كرباتير فقط. اما حاجه اقبلني باش نجم نبعث لك. والله نبقى نقبل فيهم كلنا يا جماعه نسمع فيهم يحكوا. حالين الميكرو جاب سكر الميكرو جاب. عندي سؤال عم مختار. عندي بارتنير تخرج بدخان اكحل، السبب منش ما اسمه مازوت ولا ليسونس هجي ولا عاديه مش هيك يا كرام. الواتساب 24 350 848 24 350 848.
يعني لو لقيت الواتساب راني مش عندي انا حاطه بلديتين تاع ولدي بعيد علي، عاود هيك كان تبعث فيديو طويل فيه شرح كامل وتوريني الموتور وتوريني القطع حتى بصبعك والمحرك ساكت وبعد تخدم راني نقبله، كان باش تبعث لي صوت ولا كتيبه ولا فيديو قصير ما تعبش روحك. السلام عليكم، شنو هو احسن زيت كليو كلاسيك 10 40 يا نزل 10 40 وشوف ايش الميكروسكوب ولا من عند محل خد عيار عندك فيه ثقة. حابب نشري شيكات كياريو ايسونس اما خير الاثنين باين، الاثنين باين نشوف نضيفه فيهم، شوف نضيفه فيهم الاثنين باين، المهم تختار واحد نضيف. تنصحني ارزناف كوبي شبيه باهي الارزناف باهي كوبي ولا عاديه ما فيش اشكاليه، اما باهي شوف الموتور شنو اللي فيها، كان ياكل لك ايسونس ولا ساعتها قال ساعتها قال كوبي فيها موتور دي ليتر. بعتني عاد سيفو مازوت، شنو مازوت معناتها مازوت؟ ما ردي كي تبعث لي نسالك سؤال نقول لك ايسونس ولا مازوت، على الاقل اعمل علامه بعدها قول لي الميغان قول لي حاجه هذيك باش نعرف انت انت شكون. ناحيه الجنكتير زادت في سيراتير من من مشكل بومب انجكسيون تاع تيوتا مبار من مشكل مفضل. ما فهمتش ما فهمتش السؤال يعني. يا اخي بالحق كنت تخدم في دار في جو في ليبيا. اي نعم قعدت 15 سنه في دار في جو في ليبيا، انا من انا من مؤسسي دار في جو في ليبيا، يعني كنا من يعني من 70 حتى ال 85 انا في ليبيا في دار في جو من 70. انا ما اعرفش اذا كان حد يعرف منها حد من جماعه دير بيجو في الوقت هذاك مرحبا به يسالني عليه تنقول انديماري السياره تابلو كامل شاعل اي كامل اضاءه شاعل عندك اشكاليه، كان ما لازم ما تخليش من بالك فما عندك اما تابلو في مشكله ولا عندك مشكله في عم اختار سيتروا 2005 تخرج كود كود ايرور سخانه كي تمشي بها برشا هذا كي يكون عندك كاتاليزر مسكر يا محمد ثبت عمل ديجنوستيك ما تخليهاش. من ناحية الانجكتير زادت في اكسيراتير من مشكل بومب انجكسيون نتاع تويوتا، اش معناتها زادت في اكسيراتير كي ناحية الانجكتير ما فهمتش. عم مختار يبيكوسي سنة وين هو لحظة خلينا نشوفوا اللي بيكو مشى باهي مش سياسي مختار يرحم والديك بي ام اي 36 موتور 316 اي تنصحني بها ولا لا؟ مش معنى تحب بالله تو تقول لي تنصحني بها تو انا 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 يعني مش نبيعها لك، اللي مش نبيعها لك هو اللي ينصحك راه هو قد يكون قالك من تنافح هو لازم يقول لك شنو عامل اكسيدون ولا لا؟ موتورها باهي ولا ياكل زيت ولا ياكل ماء ولا هو اللي راهو يا جماعه راهو عادش تسال الميكانيسيانات تنصحني بك الحاجه ولا تسال صاحبك لا لا اذا كان عندك ثقه في مولاها اللي مش نبيعها لك مش لازم تشتريها خاطر هو اللي مش يعطيك السعر يعني نجم هو يشكرها لك وتطلع سبب انت شنو اللي عليك باش تشوفه؟ اللي عليك باش تشوفه هو كونك تسوقها تحس فيها تقربيه تحس فيها فيتاس من منها الطوله من برا باللار الكتريك كذا هذا هو. اما باقي كموتور راه ما تعرف المعلومه كان عند مولاها الا يبدا يبدا فما زيت ظاهر زيت برشا خارج لبرا ظاهر هكا وقتها تعرف اللي فما مشكل. عم اختار عندي سيتروا موتور يتكتك وتسينيالي زيت كي نكسيداري ما عادش تسينيالي برشا هذاك عندك الزيت ضعيف وسط الموتور يخلي البسوار يتكتك هذاك ما تصلحش رد بالك مش يدبروا عليك تبدل بومبايسون تبدل طرمبة الزيت تبدل البسوارات لا راه ما يتصلحش بدل الموتور. مع مختار شنو هو ميزات عيوب في كليوكات ديناميك؟ والله انا يعني كسبها عندي توا 5 سنين ما شاء الله لا لقيت فيها عيوب ولا لقيت فيها عملها غاز هذا من اللي شريتها عملها غاز ما شاء الله يعني انا كات سيلندر اللي عندي باهي عجبتني حتى الاولاد قالوا لي ما تبيعهاش وانا مرتاح لها يعني عندي عاملها للدار يعني. اما انا عندي الميغان ما تعرفوا ديما الميغان عندي ياسين مختار يرحم والديك موتور تنصحني ما انا قلت لك نصحك كان مولاها خوفوني مكراها بليسونس بيجو وين بيجو 207 وياكلوا الزيت. شوف يا نبتيس انت كان باش يخوفوك من كراها زاد حتى العرس راك ما تعرسش كانك ماكش معرس راه يخوفوك من يخوفوك من من العرس زاد يا دي ما انسوا المشكله هذه يخوفوني مخهم توكل على الله وصلي ركعتين استخاره وتوكل على الله وخلي الامور تمشي يسيرها ربي سبحانه وتعالى انت عليك التوكل
والاستخاره وباقي توكل على الله. متى ما خاطر كان تقعد تسال وتقعد من هنا من هنا ما تعمل شيء. سنة مختار مختار سمبولكي نعمل له سيجمونات ينجح 50% يا صابر رد بالك 50% عملهم وما نجحتش وعملهم ونجحت انت الحاله نتاع الموتور. نعم مختار بيكو سيكانز في الكومبلي يسخن وباش عرفت تسخن شنو العالم نتاع السخان اللي عرفت فيها تسخن انت ترمس راكبه وكل شيء راكب وديما في التسعين يفوت التسعين لا في علامة نتاعك تسخن. ممتاز باهي شنو رايك في اي 30 اي 34 اي 36 كلهم باهيين بالنسبه لي انا كسبتهم انا الاي 34 كسبتها والاي 39 كسبتها والاي 30 كسبتها كلهم باهيين اما تو ما عادش تلقى حاجه باهيه نظيف سي اس كل كسبتهم انا كنت قبل ما نعشق الميجان كنت مغروم بالبيان كسبت ثلاثه اي 34 ولا اربعه وكسبت اي 30 واي 36 واي 31 واي 39 كل كسبتهم ما شاء الله يعني. عم اختار 207 جديد حبس في وسط الطريق يعني حبس وسط الطريق ينجم يكون عندك حتى ديفو نتاع باتري ديفو اذا انت عارف علاش مش هكاك. عم اختار عندي اودي كادرمان نحب نركب موتور جولف 3 ليسونس موجود عندك ولا لا؟ انا ما عنديش انا وليتش نعمل عم اختار نخدم صارت لي اشكاليه هكا مع الديوانه رجعوا عملوا كنترول الفاتورات القديمه كلهم ضيعتهم تاع الموتورات القديمه اللي هم عندي يخدم ولا هذا وليت ما عادش نشري موتورات نحط في المحل باش ما نخرجش المشكل كما هذايا لان موتور لان الموتور عندي في المحل عنده 30 سنه ما نجمش نحافظ على الفاتوره نتاعو 30 سنه وليت قررت ما عادش نجيب موتورات نحطها في المحل اللي يحب ثقه في عمق قدر يحب يحتاج يجيني للمحل نتفاهم وياه اعطيني عربون نجيب له الموتور ونركبه له ويمشي فرحان حوله اما ما عادش نحط محل موتورات عندي في المحل. وبعدين اللي جولف 3 ما يمشي لهاش راهو يا بن فرش الموتور جولف 3 ما يمشيش للودي راهو اذا موتور اودي جولف 3 منظر وتشوفه هو انما في الفيكساسيون مش هو تخسر الامبرياج وتخسر الفلتر نتاع السيكون نتاع الفلتر نتاع الزيت وتخسر برشا حاجات مش كيف كيف. كمال مرحبا بك يا كمال سلام عم مختار موتور سامبول كي نعمل له سيجمونات ماني قلت لك 50% من زير واش رايك في ديسونسيس 1.2 اذا كانت تلقى واحده نظيفه عند مولاها ونكون عندك فيه ثقه خذها المهم في الثقه في الشخص اللي بيشتري من عنده. عم اختار بدلت سيربو 405 بدلت له عندي جمعه والفران رجع يكسح يعمل في حس فشفش على الغالب كان يعمل حس غادي كي تقعد نزل على الفران مش كي تحطه وتنزل هذاك الفشفه عاديه اما كي تقعد نزل على الفران تسمع صوت نتاع فشفه هذاك من السيربو اما كانك تنزل وتعاود هذاك عادي باش يفشفش. وإذا كان هي مازوت ثبت في البومبافيد وإذا كان ليسونس ثبت في الهواء. عم اختار ميغان دو بنزين ساعات البيتاس ما يتعداش كان كيف مسكتها هذا كان امبرياج هذا كان امبرياج مشكلة نتاع امبرياج هذاك. عمي مختار عم مختار هذا كان الأوبجيكتيف أنا ما نقراش ما نحبش نقراها. نموت عليهم ميغان يعني بيس نحبهم خاطر علاش وقت يعني أول ما حليت المحل اللي نبيع في المحركات وقت بعد محركات نتاع ميغان اللي يبيعوا محركة رجعوا لي نبيع لهم محركة رجعوا لي هاو دي ماريش هاو تكتيك هاو كذا اختصيت فيهم وليت قلت ما فيش فائدة لقيت هالعملية كلها كذب في كذب اللي يعني يوحل في حاجة ما يعرفهاش رجع الموتور وكاو منهم مرة واحد والله وطليان معروف ميكانيسيان معروف اصر بجهاز الموتور وزدت اكثر من سومه قلت له نركبه انا قال لي لا هذا الموتور هذا عجبني نهز انا نركبه والله صدقوني يا جماعه عجبني الماركاج وهي فوق الموتور وهي فوق الماركاج ما هبطهاش طلع له هيكل خدمها له وقال له راه زكرات مش كل حد يخدم ميجان اما هم عز ما تكسب هم الميجان اما كي تلقى اونتر تينا باهي وتلقى ميكانيسيان باهي جي ان اكسبير اتش دي كون جو ديمار لي ماتان لي موتور بروت بوندون 5 سكوند يصور في مي نار هذيك يصب لها تريتمون غازوال تريتمون غازوال يكون ماركة باهية صب لها تريتمون غازوال تعيد نحرك ديفو هذاك خاطر السيكوين تاع الغازوال مسخة عندك انجكتير
اي بخيل عندك يعني كثير يعني ناقص في الخدمه نتاعو. عامل جوان كلاس تنصحني نبدل اسامي. لحظه وين هذا؟ عم مختار اشعلوا الزواج ربي يبارك فيك. شكرا يا يرحم والديك يا توفيق بارك الله فيك. أما خيط رصاصي فكان صنصنك في المازوت هم نفس الموتور في الخير هم نفس الموتور كيف كيف مو حاجة نظيفة. عم مختار بابي الفيزيو موتور ينجح في البين رد بالك 0% 0% إلا إذا كان عند إنسان يعني عنده خبرة ويعرف هذا موضوع آخر وعنده قطع غير صحيحة. أما ديما عندك المشاكل ما شفتوا التلفزيون شنو بيصير أغلبية القطع غير ديما بتقعد هاو تيربو هاو انجكتريات هاي ترومبا هاي بالبركان اربراكام كلهم مش يقعدوا هم خادمين مع بعضهم عايشين 400 الف كيلومتر مع بعضهم وتجيب تدخل عليهم ناس جدد حكايه فرق. ملاعي مختار عندي كوريا بدلت الدايكو ما حبيتش تخطف دنيا مختار كوريا في كوريا يعني كورولا ولا ما اعرفش. ابعث لي فيديو خير يا سيد ابعث لي فيديو سيد. مختار عندي متخرج دخان في الخرجه. شنو اللي متخرج دخان في الخرجه يا صاحبي؟ كان مازوت انا ما نسالش عادي ما تخافش منه. مختار واحد وسخ انرجي ضعيف في المرتفعات هذاك مش 1.4 هذاك تلقاه 1.0 هذاك المنظر من برا هو لكن الفعل داخل لا لان علاش لان تشوفه في المنظر تقول هو الداخل هذاك نتاع شي بي والاخر نتاع رزناف. بالله مختار عندي كوره ما فهمتهاش الكوره شنو هي يا وحيد اكتب بالعربي يا وحيد بجود صوتي تشعل به. نعمل على ربي ونشري ميجان توكل على الله. انما شوف رد بالك مش تقول عم مختار قال لي انصحني بالميجان في تحصل ميجان تقول عم مختار لا رد بالك الميجان هاي ما تشتريهاش من عند اللي يجي كانت ثقه فيه وكذا اشريها من غير ما توريها لحد راه حتى حد ما يعرفها حتى انا ما نعرفهاش لان بارتي الكتريك وبارتي الواحد الموتور هاك تشوفه يخدم ولا ما كاو. عم مختار انا هي لاباري ديغنوستيك باهيه والله تو يشكروا فيها كاس اسمها يلا محمد صلى الله لانش لانش يشكروا فيها ما انا ما جربتش اما يشكروا في اللانش هذوما عندنا برشا هون يخدموا في الديغنوستيك في اليوتيوب نجم تستلم اكثر مني انا اخير اما نسمع باللانش يقولوا باهي اللانش جماعه من 2006 عامله جماعه كلاس تنصحني نبدل الموتور لا اذا كان ما ياكلش زيت ومثبت انت اللي هو جوان كلاس بدل جوان كلاس واحد الوقت لكن حليت الكلاس وجيت الكلاس لبس عليه والبلوك لبس عليه انت لازمك تحل الموتور باش تثبت اما كان هو ياكل زيت وياكل ماء هاك وقت ثبت الموتور خير. عم اختار عندي داسيا سانديرو ليسونس غاز كيف تمشي غاز تصرف برشا كيف النقص نخف بالضوء تبدا تفيبري لازم تاع الغاز هو اللي يحل لك المشكله هذه. وريتكم انا كيفاش تعلق الغاز كي تجري بالفرونتي لازم تثبت مع نتاع الغاز لازم عندك مشكله في الغاز لازم تثبت مع نتاع الغاز ليسونسيس عامله جو كي لازم هيك وشريت 405 كبيره في العمر باش نراي فيها بالله تقول عم اختار عندي 1.2 راديتور ما حبيتش تخلع بدلت مانو وراهي تسخن روح ما فهمتش انا شنو ما فهمتش يا وحيد ما فهمتش باهي تنصحني ب 105 مظبوط ولا جولف مظبوط اللي نضيفه فيهم مظبوط باين نضيفه فيهم انا يعني خطتهم مش لقاهم كلهم طيبين ما عادش عندك يعني اختيار فيهم الاثنين 205 مش تلقاها تابلو طيب وتلقاها يعني بيبان وكذا وكل حد الجولف دي كيف كيف. انا مختار كورس بدلت ديكو والبوجيات ما حبيتش تخدم مع العلم انه الضوء يخلط البوجيات او علاش بدلتهم انت انا تو شفت يقول لي تو عثمان تقول لي تو انا بدلتهم انت علاش بدلتهم لقيت روحك مرتاح لبس عليك مشيت بدلتهم ولا تحتهم فعلا
والديكور مش وحده الديكور، ساعات هو فيديو نفسه في البارح. عندي واحده فيها مشكله في الديكور وانا نعاني فيها عندي في الحانوت، ساعات يبدا البوبينه، ساعات يبدا الموديل اللي تحت البوبينه، ساعات يبدا نوع البوجيه، برشا اشياء مشكله. انصحني بسنسانك كما قلت لك، عندي موتور 76 يطلع في زيت البوجيات، واش هذا كان ياكل بالزيت، معناتها عندك سيجمونات سواء بايت الموتور. هل تقليع تابلو اكسبريس سهل؟ سهل، لكن تخاف عليه يتكسر في ديكرا، لان كله يعني طيب تلقى. عم مختار حاب نشري جيمي جنب السيتروين، اش قولك؟ والله اسهل مولاها اللي بشريها من عندهم، انا ما عنديش عليها حتى معلومه في السعر القديمه. عندي موزه 76 طلع من ايباي، جاوبنا هل التقليع على التابلو؟ عندي رد بالكم التقليع على التابلو، التابلو ترشاقي، انت تمسه هو يتكسر. عندي موتور 76 باهي سيدي جاوبناه، انا اونس تاكل برشا زيت، برشا اسونس، مشكل لي كاربيراتور تاع انواع الكل ركبتهم فيهم بقات نفس المشكل. شوف راهو ماكلت الزيت، ماكلت اسونس، راهو اذا كان ما عندكش دخان اكحل راهو من قوه المحرك، كان عندك دخان اكحل وقت عندك ماكلت اسونس، اما كان ما عندكش دخان اكحل راهو مش من الكاربيراتور. قالوا يبدل البوجيات، هل تقليع تابلو اكسبريس؟ ما قلت لك لا، ما ننصحكش. راهو تابلو تمس الاكسبريس تمس وتخسره، عندك هو دي 105 والامور هذيك الكل. عم مختار بربي عندي كم كود سي خطيت نهار كامل حب سخونه وبارده، بدلت بوجيات وانجكتورات، ابعت لي فيديو وريني شو المشكله عندك يا انيس. ابعت لي فيديو. عم مختار بالله انا هي خير كاريو ولا الايديس ولا هونداي ولا جولف 5؟ الهونداي مشكور هي وكيا نقول لك شنو. الجولف 5 حتى هي باهيه مش خايبه، يعني ثلاثه، يعني ثلاثه باهيين مش خايبين. اختار انت شوف نظيفه يا محمد وسومها اللي سومها معقول، ثلاثه يعني اختيارك محله باهي، سواء في المازوت ولا بالنسبه في الليسونس هذه، مش في المازوت في الجولف 5. وفي الجولف 5 ممكن فيه مازوت، اما فين ما فيهمش مازوت تقريبا ما عنديش عليهم فكره. عم اختار ربي عندي كانجو باهي، وانا شفناها هذيك. ايش رايك في الوام كرونت؟ الوام كرونت يا اسلام بن زيد، الوام كرونت يا دي مازال في مازال مش تلقى حاجه نظيفه في الوام كرونت. الوام كرونت راهو عمر جدي، عندي فئة اونو فاير كي تبدا بارده نخدمها، تبدا تلكلك تقول ثلاثه ساطن، وكي تسخن تولي مريقله. شوف علاش ممكن عندك تصب في زيت خشين ولا حاجه، زيت بوات البان دي ماكس جديد جديده، بعد قداش نبدلو؟ والله ننصحك ما تمسيهاش، خليها في زيت الدار ما تمسيهاش جمله. عندي انا بعد كان زيت الموتور زيت بوات وراحت مادام نظيفه وجديده ما تمسيهاش، خليها زيت الموتور ديما بدل 10 40 ومع الفلتر. عم اختار راديتير ما حبتش تخلى، بدلت مانو راديتير ما حبتش. شو مانو فهمتش؟ ضيع الزيت من كريمير وقت نعمل كرينو بيجو 206، هذيك عندك لازم تصلحها ولا تبدلها. اي مرحبا بكم، سلام عم اختار مربي وين احسنني ما نور الزيار. والله الواحد يطلع فيس على المختار في الكرسي، كي نسكتها ونحي مفتاح الموتور يبقى يخدم تخذ كهرباء وحده. ما اذا كان هي العمليه، ما العمليه هذه فيها نوعين من المغادية، كانك صب في صنص الدير، صنص الدير يعملها، وكانك عملها غاز، الغاز يعملها، وكان الاثنين هذول ما عندكش الموتور يدور بزايد، والا الكورونا ما يخصش من كونتاكت، لان علاش ساعات الغاز يقعد في وسط الموتور، ما الكهرباء ما تسكتش تقعد تلكلك تلكلك وبعد تسكت. اما كان هي تقعد تخدم عاديه كانها تخدم الكونتاكت، معناتها هذيك عندك مشكله في الكونتاكت.
عندي محرك فولو 6 يرعش مترشق وتسكت حتى في الرانتي، هذاك بومب اسانس ضعيف. بعد البومب اسانس اذا كان ما عندكش بيستون راتي، هذيك علامه اللي بومب اسانس ميته مش ضعيفه، ميت ما عادش فيها. بالنسبه للسوام يا محمد، انا ما عنديش فكره السوام، ما عنديش فكره السوام. لحظه انا اعطيك سم سمسار صاحبي، خليك معي. هو كسب منهم ويعرفهم. هي انا كانت عنده بحه جديده، اشترى واحده جديده وبحه. استناني لحظه، حتى الاولاد اللي حبي يستفسر منه. اسمه هو يرد. اللهم محمد صلى الله عماد. قيد عندك 56 6 2 3 3 6 9، هذا يعرف الهونداي بكذا يا محمد. 56 6 2 3 3 6 9 يعطيك السوم ويعطيك كل شيء. يرحم والديك يا صابر، بارك الله فيك. عملت ديغنوستيك، قالوا لي رشاش في بومبيس، قال لي لاباس بهم. لا مش على كيفك، لو قال لك بومبيس لاباس بهم به، اذا كان رشاش هو مثلا في رقم واحد حطه في رقم اربعه، نقله وشوف العيب يتنقل ولا لا. كان نقل العيب وقتها راهو من الرشاش، كان ما انتقلش العيب راهو من الموتور. ايش رايك في سياره فيات بونتو ان؟ مازوت، اذا كانت تلقى حاجه نظيفه باهي. عندي لوغان ما حابتش نوض كل صباح، ما تحبش بدلت كابتور فولون؟ لا بدل بومب اسونس يا علي، بومب اسونس كامله زاد. اللي نسمعني نقول له بدل بومب اسونس، ما تمشيش تبدل موتور واحد، بدل الموتور بومب كاملة بالموتور نتاعها باش تمشي لك صحيح. يرحم والديك. ايش فيك يا مصطفى، بارك الله فيك. ايش رايك في سيارة فيات بونتو؟ ماهي جاوبتك باهي. ايش عندنا هنا؟ شنو هو احسن كهرباء؟ مازوت اقل من 10 ملايين. والله انا من رايي انا يا زايد يا بن زيد، 10 ملايين ما يجيبلكش حاجة في المازوط، حاجة باش تقعد تعاني، حتى 20 باش تقعد تعاني، مش حتى 10. أما أنت هنا اختار تحش ولد حلال عنده شكاية باهية اللي هي تساعدك في المبلغ هذيك، أما شنو من الكراهة ما نعرفش. ثم البولو 3 تسأل المحل يا حسام، 22 250 848 22 250 848 تسأل محل الغدوة. مرحبا بك يا فكر. ريموتور، ما انا قلت لك تسأل المحل. الواحد مروحة نتاع التير ما حبش تقول علاش مصطفى، ما شوف ثبت علاش. باك الماء سخون ما يوصلهاش، باك هي المانوس با، باك الخيوط ما يوصلش الضوء. انت عندك اسباب يا مصطفى مش كاك. شوف مع الكتريسيان، شوف مع الميكانيسيان، ولا مع التريس يرحم بوك. كيفاش نعمل رخصة وقت نبدل غاز؟ شنو تبدل غاز؟ السيارة ما فماش رخصة في السيارة. السيارة تمشي تبدل الغاز وتعدل القبض، تقول له أعطيني فينيات نتاع غاز، أعطيك 320 دينار بالنسبة للكهرباء العادية في العام، 320 دينار في العام تحطها فوق منك، كي يوقفك الحرس تمديها توريه الفينيات تكو، ما فيهمش رخصة. تبدل غاز على روحك، إنما في الفازيتا رد بالك تمشي بها غاز في الفازيتا، يفكوا لك الكاتريز. وقت يبدا عندك وقت الفازيتا تمشي لخدم لك الغاز، قول له نحي لي الغاز، نحي لي الشوديرة، نحي لي زربوع برا عادي فازيتا، عاود ترجع ركبهم كل عام هكاك. انا عامل الناس كل عم اختار عندي تكسون ديزل فيها تقطقة خفيفة، كل ما نكسي لي زيت 45 ديزل رشاش لاباس بيهم. قالوا لي علاش لاباس بيهم تكسون؟ ما يعني ما منين جا الصوت؟ كان تقول لي ابعث لي فيديو يا اسماعيل، ابعث لي فيديو احكي لي وقتها صارت القصة وسمعني الموتور بكذا. ديما فيديو طويل، اللي يبعث لي فيديو قصير راني ما نشوفوش. يا قيصر اكتب بالعربي يا قيصر. سلام عم مختار، عندي ليسونسي ديما الماء ينقص كل يوم نزيدها الماء، اذا كان ما جيش فويت البرا معناتها الموتور عندك سوس من داخل. لكن اللي ما جيش فويت البرا عندك الموتور مسوس من داخل، يخرج من الشكمو. شوف ايش موتور انرجي ضعيف في الارتفاع. جاوبني يرحم والديك، ودينا والديك
ماني قلت لك اذا كان هو موتور صحيح 1.4 لازم ما يكونش ضعيف، اما انت تكون عندك الموتور 1.0 اللي هو عندك في السياره مش 1.4 يبدا ضعيف في الصعده. اي لو ولد ظهر بشدة يرحم والدينا والديك، بدلت كومبيسور هي فلوتر، بدلت كابتور فولو موتور سكانير من خشي، شو بدلت كونسونس كامله. ابعث لي فيديو، ابعث لي فيديو وريني شو اللي صار بالضبط، خلينا نشوف نزيد نعمل كليو بومبي من البيدونج للبيدونج نزيدها نصف لتر، باهي ممتاز ما تخافش منها. بدي اعمل بيدونج في ما عادش تزيد زياده، لا اعمل البيدونج كي توصل باش تزيد ما تزيدش، اعمل البيدونج باش الموتور يقعد نضيف من داخل حتى الليتر به 8000. هل يضر السياره تلك الماده التي تضع في الزيت القديم قبل تغيير عمر 20 سنه؟ هو شوف هو راه هذاك يعني يعملوه كتنظيف محرك مره برك، مره برك في العمر مش كل مش مره، خاطر علاش كيما الصمغ في الودن كان تكثر من التنظيف ودنك تتاثر، ولهذا تنظف مره 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 في العمر هيك. ميغان دي ميغان كات ديزل كيفاش؟ لا هذوك كلها ما نقراهمش. بدلت بومبيسونس هي فلوتور، بدلت كابتور هي والفلوتور، يعني بدلت بومبيسونس كامله. ممكن نقول لك ابعث لي فيديو ملا العفو يا تو ما عادش نقدر نطلعك يا علي على خاطر الظهر قريب وباش نسكر اللايف، نتقابلوا من بعد العصر في اليوتيوب ان شاء الله. في اللي مثلا عنده سؤال تو العصر باش يقدم، عفوا الظهر باش يقدم، اللي عنده سؤال نقابله على اليوتيوب من بعد في بعد العصر. فهمنا يا سيدي؟ السلام عليكم تو مؤقتا وربي يبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.